بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح قلنا المنظمات والخارجية الأمريكية وغيره كله من امبارح للنهاردة شغال على مصر وشغال على القضاء المصري وشغال على الأحكام اللي صدرت بحق 3 من المتهمين في جرائم إرهابية. منظمات حتى منظمات مصرية بتاخد تمويل فبيحللوا القرشين. النهاردة تقريبا 6-7 منظمات مطلعين بيان كمان هم زعلانين. مش مشكلة، عندنا قضاء عادل ونزيه، ولكن عجبني بيان الخارجية المصرية اللي رد فيها على الخارجية الأمريكية أو السخافة بتاعت الخارجية الأمريكية. الخارجية المصرية قالت ردا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية طبعا ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمل جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس. ذكر السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل. وقال السفير أحمد حافظ أن ده بيقول للأمريكان أنه لا يجوز تناول مثل تلك القضايا أو تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية. بيان أمريكا امبارح مسيس، مش بيان، بيان مسيس. في أي أطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة. يعني بيقول الأمريكان امبارح بيتكلموا الأمريكان على علاقات بين البلدين وحقوق الإنسان وتأثيرها قال لهم ما تربطوش الموضوع سياسة، الموضوع قضاء، ولو عملتوه كده هيؤدي لتعقيدات في العلاقات. يعني احنا كمان بنقول لهم بنفس اللغه بتاعتكم، انتوا لو انتوا بتتكلموا على العلاقات وتاثيرها ده احنا كمان مصر بتنصحكم ما تربطوش الاحكام القضائيه بامور سياسيه، واذا اصرتوا على ربطها ايضا ستؤدي الى تعقيد في العلاقات. مش انتوا بتقولوا ان دي اثر علاقات؟ طب واحنا بنقول لكم كمان كده. يعني لو انت شايف من وجهه النظر الامريكيه ان ده يؤثر، وطبعا هي وجهه نظر وانا بقول كده غير دقيقه وغير صحيحه، ولكنها منحازة لتنظيمات وجماعات وقضايا ومتهمين في قضايا إرهاب. يعني ممكن أمريكا بتزعل أحيانا لما تتكلم على قضايا بعينها، لكن أمريكا كمان لما يبقى فيه اتهامات خاصة بإرهاب وكمان أمريكا تدافع عن متهمين في قضايا إرهاب بيبقى هنا في علامات استفهام كثيرة جدا. زي النهاردة مسؤولة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلمان الأوروبي أيضا زعلانة وبتطالب بمصر. يا جماعة مصر ما بتفرقش، والله مصر ما بتفرق، الرئيس ملهوش علاقة، افهموا الموضوع. بتقول مصر عليها مين اللي هيفرق؟ القضاء. الخارجية مال الخارجية ومال رئيس الجمهورية ومال الحكومة المصرية؟ القضاء هو الوحيد اللي هيملك يفرج او يخفف او يدي براءة، هو القضاء. مفيش جهات في مصر اخرى تستطيع تدخل مرة اخرى. اقول لك على اللي هو ايه، على بتاعة البرلمان الاوروبي النهاردة بتقول لك على الحكومة انها تفرج ليه فورا. يعني طب ما فرقتش فورا ايه اللي هيحصل؟ ومش هنفرج فورا، قضاء خلاص قال كلمته امبارح، هفرج عليه النهاردة، بكرة، السنة الجاية، الشهر الجاي، اللي بعده، قال القضاء الكلمة خلاص انتهى. انما فورا كده اكننا مثلا انت نسمع كلامك، لا ما بسمعش كلام حد، احنا ننفذ احكام القضاء ولا نسمع. ولا بالمناسبة قافلين ودنا قدام كل اللي بيتكلموا دول، كل حتى بيهم هذه منظمات، مجموعة منظمات، منظمات اللي بتحصل على تمويل مبادرة مصرية حقوق الشخصية اللي بتدافع عن الشواذ، مركز مش عارف ايه الحقوق، مفوضية مصرية حقوق والحرية، حاجات مرتبطة بالإخوان وحاجات مرتبطة بالاشتراكيين وحاجات مرتبطة بتاع مركز القاهرة، هربان وعليه أحكام وهربان وقابض بيقبض فلوس قد كده، مبادرة حرية، الجبهة المصرية، مركز النديم، يعني كلها حاجات ايه لا تستحق أبدا تقول قالوا ايه.
لأنه كلهم زي ما بقول كده أصفار، كل دول بيدوروا على مصالحهم. ده لو بيتكلم على حقوق. طيب ده أنا كلمتك أول امبارح على ألمانيا بتعاقب هؤلاء إزاي. ألمانيا اللي هي طلعت أول بيان يوم السبت، وألمانيا لسه ما طلعتش بيان النهاردة، من امبارح النهاردة منتظرين بيان الألماني هيقول إيه. هل اكتفوا بالرد عليهم من مصر ولا لا؟ عشان لو اتكلموا تاني هنرد عليهم تاني وتالت وسابع. والموضوع بالمناسبه في المانيا بالذات اعمق من انه في ثلاثه متهمين في قضايا ارهاب. المانيا يعني ايه بتحشر الموضوع في موضوع اخر، وفي موضوع حاجات انتوا عارفين طبعا. المستشاره ميركل 16 سنه علاقتها قويه جدا بمصر من ايام الرئيس مبارك، قويه جدا بمصر، واستمرت العلاقة أكبر كثيرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل مصر طلبته من ألمانيا، ألمانيا عملته في المجال العسكري ومجالات الأخرى، البنية التحتية والتكنولوجيا والمساعدات، ومش مساعدات بناخد فلوس منهم، لا شركاتهم معانا تتعاون معانا، يعني في إطار التعاون يعني سيمنز وغيرها 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 معانا. فهناك تعاون كبير جدا في عهد ميركل. هل المستشار الجديد هتكون نفس العلاقة ولا لا؟ المقدمة مش مبشرة. قد يكون شولتز ده عكس اللي انا بقوله، قد، لكن بقول لكم المقدمه او البدايه غير مبشره ان العلاقات هتكون زي ايام مستشارة ميركل. قد تتغير الامور، يبقى في لقاءات، في زيارات، في كذا في كذا، في مصالح ممكن قد، لكن انا بقول لكم البدايه غير جيده بالنسبه لي. بدايه المستشار الجديد لي اللي تولى الاداره في ألمانيا من خلال بيان الخارجية اللي صدر امبارح، ما شفناش قبل كده بيانات خارجية ألمانية زي البيان بتاع أول امبارح أو بتاع يوم السبت اللي فات. إيه اللي جاي؟ أيا كان اللي جاي، لكن في الآخر البلد عندها وزي ما بقول كده ترد على أي حد. وعجبني الخارجية امبارح، كنت بقول الخارجية لازم ترد، بشكرهم إنهم ردوا بهذا الرد. رد هو طبعا مقتضب، ولكن كل كلمة فيه لها معنى، لأن أنت كمان مش داخل خناقة، يعني مش داخل خناقه مع الامريكان ولا داخل، لا انا بقول لهم لو سمحتوا انتوا بتقولوا وانا كمان لازم ارد عليك عشان اقول لك خلي بالك انت بتتكلم مع دوله كبيره مش دوله صغيره، وخلي بالك اللي صادر ده احكام قضائيه، وخلي بالك لا تربط ما بين القضاء وما بين السياسه، ما تاخدش الموضوعات دي في السكه ديت. وعايز اقول لحضراتكم في لو في ميزه موجوده للامريكان عبروا الإرهابي محمود عزت، ولا الأوروبيين ولا حد عبر محمود عزت. محمود عزت اتص حكم مشدد، مش حد يتكلم عليه، اترمى. تاني بقول لك اترموا، بالنسبة لهم اترموا مش موجودين، هم مهتمين بعلاء فتاح، ده بالنسبة لهم الأهم، علاء والبقر والتاني ده أكسجين، هم دول مهم. بتاع الخارجية الأمريكية طلع امبارح كده نيد برايس امبارح وطلع في المؤتمر الصحفي ده خارج كاتب الكلمتين مرتبينهم طبعا مع الاداره، يقروهم الاول الاداره، هنقول البيان ده بالنسبه لمصر، نوجه الرساله دي لمصر، اه اتفضلوا وجهوا. ما هو خارجيه مش بتطلع بيان من دماغه يعني، لا بيطلع بيان بناء على الرئيس لازم يكون اراه او اتكلموا معاه. وزير الخارجيه يكلم جو بايدن يقول له هنعمل بيان كذا، اعملوا بيان، يقرا البيان، يطلع متحدث يقراه في المؤتمر الصحفي زي ما حصل امبارح. هو الموضوع كده، مفيش خارجيه بتشتغل من دماغها، تشتغل بتنسيق في اي دوله في العالم. خارجيه هي بتنفذ سياسه الدوله الخارجيه. ليش وزير خارجيه طالع يقول لك كلام؟ لا خالص، في رسائل محدده. عايز يطلع وزير خارجيه في اي حته يقول رسائل محدده، متحدث سياسه الخارجيه ايه يعني؟ تبدا الاول طلع متحدث فلا رد عليه متحدث، لو طلع وزير خارجيه رد يطلع وزير خارجيه يرد. هي السياسه كده والدبلوماسيه كده. طلع اداره، طلع جو بايدن يتكلم او غيره يطلع، وهكذا. انت بترد على حجم مستوى اللي طلع يتكلم. يعني لو كان حد اقل كان ممكن يطلع ايه صرح مثلا. لكن طالما طلع متحدث خارجيه امريكيه يطلع متحدث من الخارجيه المصريه، يبقى الامور واضحه. خارجيه الالمانيه يطلع متحدث من الخارجيه الالمانيه او الخارجيه المصريه ترد، وهكذا. هو ده الشغل. الحكايه دي خلي بال حضراتكم لانها بتبقى محسوبه بدقه. مين هيرد على مين؟ التوقيتات ايه؟ طب التوقيت ايه النهارده ان احنا نتكلم عن مصر او عايزين نعكن؟ وبالمناسبه ما حدش بيعكن علينا خالص، ولا حد يقدر يعكن علينا نهائي. بلد عايز اقول لكم الايام الجايه دي كلها الرئيس الصعيد.
كل الايام الجايه دي كلها في الصعيد، جوله ووقت طويل في صعيد مصر. تشرف الصعيد، اسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والفيوم وافتتاحات مش عايز اقول لكم في كل هذه المحافظات، اعتبرها من بكره. يعني من بكره هتجدوا افتتاحات تقريبا معظم محافظات الصعيد فيها افتتاحات بكره، مشروعات جديده. اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهلنا في صعيد مصر. كنت بتكلم من كام يوم عن الصعيد، ونفضل نتكلم عن الصعيد. فالدوله دي بتشتغل في كل مجال وبتعمل لكل الناس، والنهارده هي شايفه قوي حق المواطن المصري وحق الانسان المصري. محدش يقدر ابدا اللي بتعمله مصر حد يقدر يقول لها دائي. طيب الامريكان اشادوا بينا؟ الاوروبيين اشادوا بينا؟ كان معانا من اسبوعين كده ثلاثه من اعضاء البرلمان الاوروبي هنا على الهواء اتكلموا عن حقوق الانسان في مصر، وهم شافوا ازاي حقوق الانسان، هم جم وتجولوا في مصر وشافوا مصر فيها ايه. اللي قاعدين دول بره ما لهمش، ما يشافش مصر، هو يقرا بس عن مصر، او يتبعتوا بيانات بتاعه المنظمات اللي واخده تمويل يقولوا الحق ده عملوا وسووا، فهو يعتمد على ده. طب ما تعتمد على المصادر، ما تسالوا. حتى اعضاء البرلمان الاوروبي لما كانوا معانا قال لك المشكله عندنا في اوروبا ما حدش بيسال، بياخدوا بيانات من جهات معروفه مرتبطه بتنظيمات بتاخد تمويل، وبالتالي هو عارف التقرير اللي بيطلعه بيكتبه عشان ايه. فكمان لازم يبصوا على الجزء الاهم اللي بيتعمل. هو ليه انت بتبص على ثلاثة متهمين مرتبطين بقضايا ارهاب؟ ليه بتدافع عنهم؟ تاني افضل اقول السؤال ده مليون مرة، مش مرة، مليون مرة. مش متهم في قضايا حرية رأي وتعبير، ملهاش علاقة لا حرية رأي ولا تعبير على الاطلاق نهائي. ده رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق ترامب، حرية الرأي والتعبير الأمريكان بيتكلموا عليها، ما عندوش وسيلة على موقع التواصل الاجتماعي قفلوها له. آدي اللي بيتكلموا على حرية الرأي والتعبير، أمريكان بيتكلم على حقوق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قاعد 4 سنين بيحكم. تويتر، فيسبوك، كل المواقع التواصل الاجتماعي قفلته، عملت له بلوك، انتهى، ما بقاش موجود واتكلمنا على حقوق إنسان. طب أنت عندك ده إيه؟ انتهاكات ولا مش انتهاكات؟ كلمك رئيس أمريكا. مش بكلمك على واحد مرتبط بتنظيم، لا، رئيس الولايات المتحده الامريكيه اتقفلت حساباته كلها، ما بيقدرش يكتب كان كلمه واحده. بيدور النهارده يعمل حاجات خاصه بيه، وبيجمع فلوس وحاجات عشان يعمل حاجه استعداد انتخابات 24. الحزب الجمهوري مبكرا بيقول لك هندفع بيه انتخابات 24، والديمقراطيين اغلبيه منهم بيتكلموا على جو بايدن يخوض مره اخرى انتخابات 24. كل شعب عايز اللي هو عايزه. هم حرين. هل دخلنا في شأن أمريكا؟ أبدا. الاتحاد ولا لنا علاقة، إلا كل شعب يختار اللي هو عايزه، كل دولة تختار اللي هي عايزاه. لكن تاني بقول ملكوش علاقة بما يجري في مصر. أتذكر حاجة مهمة قبل ما أنتقل لملف آخر. كنت بسمع مرة السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، كان في ذلك الوقت سنة 99 وزير خارجية. رئيس مبارك راح تركيا زيارة، كان وقتها سليمان ديميريل هو رئيس تركيا. وكان في عندهم حزب الرفاة. وكان مين كان رئيس الحزب؟ نجم الدين أربكان اللي هو معلم وأستاذ أردوغان. وصل الرئيس وعمل لقاءاته مع ديميريل وكذا، وبعدين قالوا له ده في فلان الفلاني عايز يقابلك اللي هو أربكان. أي تفضل. قعد رئيس مبارك وزير خارجية عمرو موسى والوفد اللي موجود مع الرئيس، وكان الحوار يتم باللغة العربية والتركية مش انجليزية زي ما قال سيد عمرو موسى. بدأ الكلام، قال لك أربكان جه سلم وقعد، وبعدين قال له عايزينكم تفرجوا عن كذا. قال له مين دول؟ قال له الإخوان. فقال لك الرئيس راح رادد في وشه كده، قال له انتوا مالكوا؟ وانتوا مالكوا بالاخوان؟ انهى المقابله. انهى المقابله. السيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعه العربيه حكى لي وكاتب في كتابه، راح امريكا زياره يجهز
لزيارة للرئيس تقريبا 2007 2008 تقريبا. وقتها كان أيمن نور المزور الكبير اتحكم عليه في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، وحكم بات ونهاية محكمة النقد وخلاص، موضوع ما فيهوش كلام يعني. أحمد أبو الغيط راح، فكانت كوندليزا رايس، أنا بحكي لكم بس مواقف عشان تعرفوا، كانت وزير خارجية، قابلت أبو الغيط، أول ما دخل أول كلمتين بتتكلم فيهم عن أيمن نور، افرجوا عنه، افرجوا عن أيمن نور المزور، بتتكلم على تزوير، وكان رجلهم يعني أيمن نور. وبالمناسبة يعني صفحات وملفات قد كده في الأهرام عنه وعن اللي عمله وعلاقاته وكذا، المهم يعني. فأحمد أبو الغيط اتصل بالرئاسة، كلم الرئيس، الأمريكان وكونداليزا كذا وكذا وكذا وكذا، قال له ارجع ما تكملش الزيارة، انت النهاردة بتكلم على دولة، ما ينفعش اي، انت بتكلم على شخص وعندك 100 مليون، بتكلم على 3 اشخاص وعندك 100 مليون، وتكلم على 100 واحد او 1000 واحد او 100000 او مليون او مليون، وانت عندك 100 مليون مواطن. الدولة هنا يبقى لها تحرك ولها رد فعل، انه لا تسمح ابدا زي ما بيحصل النهاردة كده انه حد يتدخل في شأنك ايا كان، ولا حد يطلب ولا حد ليها علاقة. يا سيدي ده اخواني ارهابي عنده جنسية الامريكية زي الواد المجرم سلطان، اسقط عنه وخلاص بقى، هو مواطن امريكي مش مصري في 60 داهية. حد تاني مواطن عنده جنسية ايطالية في 60 داهية، مع السلامة مثلا، ما اسقط عنه الجنسية ما بقاش مواطن مصري خلاص مش بتاعي، يمشي بلا وجع دماغ، بس ايه اسقط عنه جنسية بلدي، لكن يحتمل جنسية بلدي يفضل عندي، مش هسيبه. فلازم نبقى فاهمين هذه الحكايه، والناس تبقى عارفه الحكايه اللي احنا بنتكلم عليها. مصر بلد ما بتهزرش، ومصر ما بترضخش لاي ضغوط من اي دوله، ومش بنسمح كمان انه حد ايه يقول لك انا قطع الغيار الفلانيه، لا لا، النهارده الحمد لله الحمد لله، ولا تقول لي قطع غيار ولا قطع بتاع، احنا النهارده عندنا كل التسليح في العالم مصر بتجيبه، مش معتمدين على جهه واحده عشان محدش يعطلنا ومحدش يتحكم فينا، لا، بنعمل ده النهارده وعملنا ده، وعندنا شغل كتير جدا الفتره الجايه. لكن زي ما بقول لحضراتكم، مهم ان نبقى عارفين ازاي الدول بتحاول تضايق مصر، بتحاول تضغط على مصر. وانا هنا بشرح للناس ليه التفاصيل ديت، واشرح لكم بعض المواقف عشان تبقوا عارفين. احنا عندنا في مصر كام يا جماعة؟ 54,000 منظمة موجودة في مصر، 1000 منظمة، مش واحدة ولا اتنين ولا 10. اشمعنا 7-8-10 مية هم دول الامريكان والاوروبيين بيدافعوا عنهم؟ طب باقي المنظمات حد بيتكلم عليها؟ طب احنا بنتكلم عليهم غير، بالعكس بنحييهم. ليه؟ عشان بيشتغلوا، بيعملوا، بيساعدوا الناس، وبيروحوا ليهم دور مجتمع مهم جدا. هذه المنظمات تتغير القوانين عشان دعم هذه المنظمات، اتغير قانون، رئيس الجمهورية غيره، عدل، قال لهم لا عدلوا القانون ده، وعملوا قانون لصالح الجمعيات وهذه المنظمات. طيب هل في بلد في العالم من امريكا لهولندا لبريطانيا بتقبل انه حد يتلقى تمويل عشان يعبس بامنها؟ فيش دولة في العالم تقبل هذا الكلام، من اي، ولا دولة، ولا دولة. يعني قضاة التحقيق ما حافظوا قضايا، معظم قضايا هذه المنظمات حفظوها تقريبا معظمها، باقي عدد بسيط جدا. انت عايز ايه بقى؟ ايه اللي عايزه مصر؟ ايه اللي عايزه القضاء المصري؟ اترك القضاء المصري ياخد قراره واحكامه، محدش دخل، محدش يتكلم على القضاء المصري، محدش يشكك في القضاء المصري على الاطلاق. لسه بقول لكم سيادة الرئيس الصعيد اعتبارا من بكرة ان شاء الله، بكرة والآن شغل في الصعيد حاصل، بيتم تنمية في الصعيد، دي مش حقوق الانسان لينا؟ وانا من كام بكلم حضراتكم على المقاس اللي حصل في الصعيد، الصعيد اللي اتنسى ومحدش كان بيعمل فيه حاجة. طيب خلينا نروح لسيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. الو. ايوه مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اولا قول لي يا فندم تحديدا ايه اللي بيتعمل في الصعيد حاليا؟
يعني انا هقول لحضرتك الصعيد اللي بيتعمل فيه حاليا دي نهضه لم يشهدها الصعيد من قبل. اهتمامات فخامه الرئيس، توجيهات ولينا والجميع اجهزه الدوله بالاهتمام بالمواطن الصعيدي والاهتمام بحياته ومستقبله، ده من الانجازات اللي الصعيد لم يراها من قبل. نعم. زي ما حضرتك ذكرت في اول حديث حضرتك ان في الساعات القليله القادمه والايام القليله القادمه الصعيد هيشهد، انا بقول عيد يعني عيد افتتاح مشروعات هتحقق تنميه مستدامه وهتحقق تنميه شامله وهتحقق حياه كريمه لاهالينا وهتحقق كل الطموحات والاحلام اللي كان اهالينا بيحلموا بيها هي بتتحقق وعلى الارض. اهمها ايه؟ يعني احنا برضو يعني ايه مش عايزين نكشف عليها ككلها، لكن عشان تبقى هدايا من فخامه الرئيس لاهالينا في الصعيد. احنا بكره الناس هتتفرج وهتشوف. بالظبط كده، لكن احنا بنقول لا، مشروعات هتحقق تنميه، هتحقق فرص عمل، هتحقق حياه كريمه لاهالينا، هتنقلهم نقله حضاريه، هتسد الفجوات التنمويه اللي كنا بنسمع عنها في العقود اللي فاتت. طيب سياده اللواء، لو انا بتكلم، حضرتك مسكت الهيئة من امتى؟ انا منذ 3 أشهر بالظبط. 3 شهور. تمام. الهيئة عملت ايه من ساعة ما اتعملت اساسا؟ يعني قبل كده. انا هقول لحضرتك، الهيئة انشأت منذ 3 سنوات، والهيئة منذ انشائها طبعا بتوجيهات من فخامة الرئيس واهتمامه بصعيد مصر، واعلانه في مؤتمر الشباب يناير 2017 بانشاء هيئة تنمية الصعيد للنهوض بالمواطن الصعيدي. الهيئة في خلال ال3 سنوات وحتى الآن نفذت 18 مشروع تنموي في مجالات عدة، مجال الزراعة، مجال الصناعة، المجال العمراني، المجال الاجتماعي. هذه المشروعات بتهدف زي ما أنا قلت لحضرتك توفير حياة كريمة، توفير حياة تنمية مستدامة. نعم. الهيئة ليها رؤية، وهو زي ما قلت لحضرتك تنفيذ مشروعات شاملة ومستدامة لمحافظات الصعيد في ظل رؤية مصر 2030. سيادة اللواء، كان قبل كده في مجلس أعلى لتنمية الصعيد ولا كان في حاجة أخرى قبل هذه الهيئة؟ في مجلس، ثم تم بعض التعديلات لهيئة تنمية الصعيد المعنية بمشروعات التنمية مع جميع اجهزه الدوله. هي مش الهيئه بس هي المعنيه بالتنميه في الصعيد، لا ده جميع اجهزه الدوله متعاونه وفي منظومه منسقه ومنظمه لتنفيذ مشروعات في صعيد مصر. هل نقدر نقول من بكره المشروعات اللي داخل دي يعني لاول مره يبقى في هذا العدد مشروعات في توقيت متزامن؟ نعم طبعا طبعا، يعني ما يعني انا هقول الاسبوع اعياد الصعيد ابتداء من بكره، يعني اسبوع عيد للصعيد. طب بنقول رقم تكاليفهم قد ايه؟ لا التكاليف الى ما يقرب من 400 مليار صرفوا في خلال السنوات منذ تولي فخامه الرئيس. نعم. وحتى الان مشاريع بتصل ل 2500 مشروع، 400 مليار مشاريع وحجم من المشروعات التنموية ابتداء من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمشروعات. طبعا 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 مشروعات 400 جنيه خلال 7 سنوات. بالظبط يعني لحد دلوقتي، لكن لسه مستمرين لانه عندنا حياة كريمة. نعم. طبعا طبعا. نعم طبعا احنا مستمرين. انا بعتذر بس لان انا يمكن متحرك على الطريق فبعتذر. لا توصل بالسلامة. لا. والشبكة بعافية شوية. لا هو بس الطريق بس والطرق، يعني حضرتك الطريق الطرق مصر شهدت طفره هائله في المحاور والطرق وربط شرق البلاد بغرب البلاد، ويعني برضو من المشروعات اللي هتحقق تنميه في صعيد مصر محاور على نهر النيل. عندنا كذا محور تقريبا هيتم افتتاحهم ايضا. احنا بالظبط كده، يعني في قوس وفي ديروط. بالظبط. وايه كمان؟ وفي محور سملوت سملوت ومحور طبعا محور السد. تمام. نعم. 5 محاور جداد.
بالظبط كده. نعم، اعتقد لاول مره يكون عندنا طفره في هذه المحاور، وانا واحد من الناس او احنا كمان اهالينا استفادوا من هذه المحاور انها كمان وفرت لنا وسهلت الحركه، يعني من انا حتى عايز اقول القاهره او المحافظات بينها وبين بعض. بالظبط، انا عايز اقول لحضرتك ان من 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 دعائم التنميه هي الطرق اللي بتربط جميع الاماكن، وبتربط الاماكن الصناعيه باماكن التصنيع، بانتقال المواطنين من شرق الى غرب، التجاره الداخليه، هي ده عوامل النجاح. يعني نعم. عوامل نجاح التنميه هي الطرق، ودي من فخامه الرئيس ابتدى ان بشبكه الطرق القوميه، وكلنا شاهدناها والعالم كله شاهد عليها. سيادة اللواء شريف، بنقول دايما انه التنمية المستدامة المسألة مش مجرد ان انا بعمل افتتاحات وخلاص وامشي، لازم يكون عندي استمرارية هذا الامر، ان هو العائد يبقى موجود، بعمل بالزبط. سواء اقتصادي او اجتماعي. بالظبط كده يا فندم. هل ده التغير اللي حاصل او اللي بيحصل؟ طبعا طبعا، زي ما حضرتك قلت، انا ما بفتحش مشروع واسيبه، لا ده انا بفتح مشروع بيوفر وظيفة للمواطن، بيتحصل من هذه الوظيفة على ما يستحقه من المال اللي بيوفر له حياة كريمة ليه ولأبنائه ولأسرته ولمستقبل أولاده. هي دي التنمية المستدامة. نعم. هل أنه الأسبوع اللي جاي اعتباره من بكرة هو لكل صعيد مصر؟ يعني وأنا يمكن بتكلم أنه دي الأول مرة يكون في رئيس بيتواجد طول هذه المدة بين أهله وناسه في الصعيد. طبعا طبعا حضرتك، انا بس يعني الصعيد مقسم الى ثلاث مناطق اتركية. شمال الصعيد، شمال الصعيد اللي هو بيشمل محافظه بني سويف والمنيا والفيوم، وسط الصعيد اسيوط والوادي، جنوب الصعيد سوهاج والاقصر وهنا والبحر الاحمر واسوان. هم ده اللي هيتم بكره ان شاء الله، اعتبارهم بكره على مدار الاسبوع، اعتبارا من بكره ان شاء الله. الافتتاحات في الثلاث اقاليم هيشهدها الصعيد، عشان كده احنا بنقول ده اسبوع عيد بالصعيد. سيادة اللواء شريف صالح، كل التحية لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. رئيس هيئة تنمية الصعيد، واعتبارا من الغد سيادة الرئيس شرف الصعيد الايام الجاية تقريبا لحد منتصف الاسبوع القادم، افتتاحات واجتماعات ولقاءات وتفقد مشروعات كبيرة جدا تعود بالخير على مصر وعلى أهالينا في جميع محافظات الصعيد. كلمت قبل كده وقلت الصعيد كان منسيا، كان منسيا، وشرحت الأسباب من طوال السنوات الماضية عشان ما نكررش الكلام، ولكن بكرة يكون في تحرك مختلف تماما، من أول البترول والنقل والكهرباء والصرف الصحي، مية، محطات تحلية، غيره، يعني كافة المشروعات اللي هي تعود بالخير على الناس، مستشفيات في أسيوط وفي سوهاج وفي يعني في عندك بكرة هتلاقي احتفالية بمعنى الكلمة، تلاقي الصعيد كله من بكرة، بقول لحضراتكم كل منطقة سيادة الرئيس أو كل مكان سيادة الرئيس رايحه هتلاقوا الحاجات كتيرة بسم الله ما شاء الله، لأنه الناس دي عانت كتير جدا، وجاء الوقت وحان الوقت أنه يعني تبدأ الدولة تقدم جزء من الرعاية الكبيرة جدا لأهالينا في محافظات الصعيد. النهاردة الرئيس استقبل سيد محمد منيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي. احنا طبعا ليبيا المفترض انتخابات يوم الجمعة، وانا زي النهاردة زي اليوم ده من شهر بالضبط 21 نوفمبر 21 قلت لحضراتكم على الهواء زي دلوقتي كده مفيش انتخابات في ليبيا يوم 21 ديسمبر، يوم 24 ديسمبر. أنا قلت الكلام ده في 21 نوفمبر الماضي، إنه لا انتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر، وقلت الأيام جاية هتعرفوا هل في انتخابات ولا مفيش انتخابات. طب خلينا نروح لسيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وأهلا بيك وبالمشاهدين جميعا. خلينا نبدأ، وطبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيبقى موجود إن شاء الله اعتبارا بكرة في صعيد مصر، عنده زيارة كمان مهمة لمحافظة أسوان، تشكى مناطق مختلفة، نقدر نتكلم على إيه اللي هيتم تحقيقه خلال هذه الزيارة وخلال الافتتاحات وخلال تفقد وخلال وجود في محافظة أسوان. طبعا احنا في يعني في البداية طبعا احنا عندنا مجموعة من الافتتاحات اللي إن شاء الله هتكون يعني هتبقى قوة كبيرة جدا في محافظة أسوان، منها
اهم يعني من اهم المصانع عندنا في مصنع كيما 2، وده من المصانع اللي بتوفر طبعا المواد من اليورانيوم، وحاجه متميزه جدا على اعلى مستوى طبعا. في عندنا من الطرق، في عندنا محور ان شاء الله كلبشه هيتم افتتاحه ان شاء الله من خلال الفيديو كونفرنس من محافظه انا. في افتتاح كمان برضو ان شاء الله خلال الفتره القادمه. بنفتتح برضو عده مشروعات، ولكن عايز اقول لحضرتك ان من اهم المشروعات هي برضو منطقه توشكا الجديده ومدينه اسوان الجديده ان شاء الله. مجموعه من الافتتاحات كبيره جدا وعظيمه دي، يمكن لو قلنا ان دي نقطه في بحر من حجم الانجازات اللي بيتم داخل محافظه اسوان. اسوان اتفضل يا فندم. لا حضرتك بتقول توشكا الجديده. يعني في بعض المشروعات اللي موجوده هناك الخاصه بالكهرباء وخاصه بالقوات المسلحه، في مرور عليها. ففي كبير من الاعمال اللي بتتم في محافظه اسوان. انا بس بحب ان انا انوه عن حاجه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. حاليا في محافظه اسوان بنعيش عصر يعني من العصور الكريمه الطيبه جدا. احنا بنشتغل في مشروعات عديده، 823 مشروع في حياه كريمه ب 14.8 مليار جنيه. عندنا تحول رقمي كامل، عندنا تامين صحي كامل، عندنا كافه القطاعات بتشتغل. تحيا مصر عامله 14 مشروع باكثر من 6 مليار جنيه. احنا يعني حجم الاعمال اللي بتتم في محافظه اسوان وتعويضات النوبيين، اكثر من 2500 من اهالينا النوبيين تم تعويضهم خلال الفتره السابقه. كافه القطاعات اللي بتتم فيها اعمال سواء النقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي، اعمال كثيره جدا في محافظه اسوان. يمكن لما كنا بنمر على الاماكن البعيده والقرى والنجوع كان دائما وابدا في شكاوى بتتم. النهارده احنا بنروح بترفع معنويات التنفيذيين لما بنشوف محطات المياه ومحطات المعالجه ومحطات الصرف الصحي وبنشوف الكهرباء. واحنا كان يعني يمكن اكثر من مره بوضح هذا الموضوع، احنا كنا دائما وابدا لما كنا بنحتفل باي انجاز بيتم داخل القرى سواء كهرباء او مياه كان بالنسبه لنا ده حاجه كبيره جدا. لكن اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي داخل محافظه اسوان حاجه مبدعه جدا جدا. يعني سياده المحافظ، يعني الشكوى قلت ولكن ما اختفتش، ما زال هناك بعض الشكاوى، نقدر نقول كده؟ طبعا مش كده؟ احنا مش أيوة. مش في يوم لا يعني احنا برضه مش في يوم وليله هنحل كل حاجه طبعا. مستحيل طبعا. نعم. احمد اكيد طبعا في، ولكن لما نيجي نشوف الاعمال اللي بتتم على ارض الواقع الوضع مختلف. وضع مختلف. عندنا اكبر ثلاث محاور يعني محاور كبيره بتمر على النيل، محور كلبشه ومحور دراو ومحور بديل خزان. دول محاور عظيمه جدا بتتم في محافظه اسوان، منهم احد المحاور اللي هتفتتح ان شاء الله يوم السبت. اللي انا بتكلم فيه ده حضرتك فعلا لما نيجي نشوفه ونصنفه لا بيحصل معجزات. احنا اللي يعني عايزين نقول برضو لما نيجي نتكلم عن تطوير الريف المصري داخل الدولة المصرية هو مشروع القرن 21. طب ايه اللي بيتم داخل الكرة؟ لازم نقف ونقول احنا بيحصل عندنا تحول في كل شيء، في الثقافة والفكر. وعايزين نقول ان نتخيل ان الصرف الصحي اللي كان بيبقى ماشي قدام البيوت، انت بتتكلم عن ان ما عادش يبقى عندنا مشكلة في الصرف الصحي والمياه داخل الكرة. ده شيء عظيم جدا. بعد انتهاء حياة كريمة مش هيبقى عندنا مشكلة صرف صحي. نعم. وعايز اقول ان احنا لما نشوف القرية بالشكل اللي نقول عليه ان هي قرية فيها كل المقاومات اللي موجودة داخل المحافظة سواء في مركز او مدينة او المدن. صحيح طبعا، لان احنا بنشوفها وهي فيها مجمع لخدمة كاملة متكاملة مع التحول الرقمي ده. فاحنا بنشوف ان هو بياخد خدمته من اقرب مكان من بيته دون مجهود ودون عناء. نفس الوقت بنوفر عليه يعني وقت وبنوفر عليه المواصلات. طيب سيادة المحافظ، معلش سيادة اللواء أشرف، بالنسبة للمحاور الثلاثة خلينا نتكلم على كلبشة دراوة وغيرهم والخزان،
يعني اهميتهم ايه لما الدوله خدت قرار انها تعمل هذه المحاور، وهيساعدوا الناس ازاي تنميه وحركه؟ ممكن تشرح لنا؟ طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن يعني لما نيجي نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن التنميه نتكلم على ان يبقى في نقله وان في جمهوريه جديده من غير طرق ومن غير محاور. المحاور دي حضرتك بيبقى فيها كباري بتمر على النيل، فيها انفاق وفيها طرق وفيها بعض الانفاق الصناعيه يعني بيبقى في يعني بتبقى متعدده، في محاور 23 كيلو ومحور تاني بيبقى بيتجاوز ال 34 ومحور بيتجاوز ال 18 كيلو. يعني عايز اقول لحضرتك على حجم المحاور اللي موجوده دي، محاور تنميه لما كنا بنبقى في عندنا مشكله من المعديات وبنعدي بضائع ولا بيحصل اي حركه اي حركه للتنميه عموما، نعم، مع وجود هذه المحاور نقدر نقول ان احنا بنتقدم في كافه القطاعات، وخاصه القطاع الاقتصادي والتنميه، وده اللي بيقلل من البطاله وبيقلل من يعني وبيفتح يعني بيخلي المستثمرين ييجوا ويشتغلوا بدل ما يبقى المسافات بتبعد قوي، تخلي المستثمر بدل ما يبقى بيستهلك ساعات طويله وساعات طويله للذهاب الى اماكن لانشاء مصنع، النهارده حضرتك كل ده بيوفر وقت وجهد وبيسرع يعني الانتاج وبيدينا فرصه للتصدير كمان. طيب سيادة المحافظ، المحور الخزان هل ده بديل لطريق الخزان القديم؟ يعني ده بداله عشان الضغط اللي كان على الخزان؟ طبعا ده معمول طبعا بشكل يعني هندسي حاجة على أعلى مستوى، لكن طبعا بيبقى فيه نسب للتنفيذ. اللي تنفذ 100% محور الأولاني خالص اللي هفتتح إن شاء الله في يوم السبت القادم، ده محور كلابشة إن شاء الله، ده اللي خلص. اما محور دقاو بتنفذ منه 45%، وعندنا برضه محور بديل خزان نفس المستوى يمكن وصلنا فيه لاكثر من 45%. كويس، بس شغالين العمل شغال. طبعا احنا ان شاء الله في فتره يعني بسيطه احنا عايزين نقول حجم الطرق اللي بيتم يعني تنفيذها داخل محافظه اسوان يمكن ما اتعملتش من اقول لك ايه حضرتك يعني انا عايز اقول بس مجموعه نسب يعني لو قلنا ان احنا مثلا في خلال السبع سنين اللي قبل 2014 لو قلنا 10% اللي يساوي اكثر من 400 و600% في بعض المشروعات، يعني حجم الانجاز اللي بيتم في القطاعات المختلفه شيء مشرف جدا. يعني انا لما جيت اشوف بعض القطاعات واعمل فيها بس مقارنه كده بسيطه لقيت ان قطاعات كتيره جدا متجاوزه ال 600 و700% مقارنه بالسبع سنين اللي قبل السبع سنين الاخر. يعني عايز اقول ان مع وجود سياده الرئيس مع بدايه توليه المسؤوليه حتى الان احنا بنشوف على ارض الواقع حاجات مشرفه جدا تخليك فعلا يا استاذ احمد تبقى سعيد انك انت داخل هذه الدوله وبقالك مهمه وبتنفذها وانك انت بتشوف بعينيك الشيء المخطط اللي بيتنفذ وبيخلص قدام عينيك في وقت قياسي. الصناعه والاستثمار وفرص العمل اخبارها ايه يا فندم؟ ان انا ممكن اعمل كل ده وما يبقاش عندي، وبالتالي مش عايز اقول ما عملتش حاجه، ولكن انا بعمل ده عشان يبقى عندي الصناعه والاستثمار، اخبارهم ايه؟ عايز اطمن حضرتك ان احنا في حجم كبير بيتم من المناطق الصناعيه دلوقتي، في اكثر من 27 مصنع تم تشغيلهم فعلي في المنطقه الصناعيه في العلائي، بالاضافه لمصنع ان شاء الله جاري في الفتره القادمه خلال شهور بسيطه افتتاحهم، بالاضافه لفي مصنع منطقه صناعيه متكامله منطقه صناعيه حرفيه ودي هيتم افتتاحها خلال الفتره القادمه بواسطه ان شاء الله سياده الرئيس، ودي خاصه بمنطقه النوبه ونصر النوبه اسمها الجنينه والشباك. يعني حاجة على أعلى مستوى وشيء يعني مشرف جدا. المنطقة اسمها الجنينة والشباك؟ المنطقة اللي موجود فيها المنطقة الصناعية. أيوة. منطقة صناعية متكاملة. أيوة. معمول أحدث طراز. ومعمولة يعني فعلا يعني
هتجيب استثمار كبير جدا. واحنا عملنا برضو مجموعة اللي داخلة المصنع ده عملنا لهم اسلوب لدراسة الجدوى، وعملنا كذا يعني من خلال احد البنوك الحكومية وهيئة التنمية الصناعية، وعايزين نقول برضو البنك الزراعي، كله تكاتف تماما لتدريب الشباب ازاي يعملوا مشروع ويبقى لهم دراسة جدوى، يحط ايديهم على المشروع ويعرفوا ازاي ينفذوا. دي كانت مهمة في البداية صعبة، ولكن النهاردة لما نقول ان احنا نفذنا هذه المنطقة بنسبة 97% والمتبقي بس اللاندسكيب، واحنا اول شهر يناير ان شاء الله القادم هيتم طرح الكراسات وهتنزل المنطقة الصناعية للعمل ان شاء الله خلال شهر يناير القادم. بتكلم سيادة المحافظ عن المنطقة الصناعية، هل صناعات اللي هي مشروعات متناهية الصغر كذا ولا مصانع كبيرة؟ لا، دية المتوسطة والمتناهية قد ايه يعني نقدر نقول هنوفر قد ايه فرصة عمل؟ هو معمول حساب ان هي هتتجاوز ال 12,000 فرصة عمل، هو كان معمول حسابها ان هي توصل لحد 17,000، لكن في الفترة القادمة هم 12,000 فرصة عمل ان شاء الله. وقابل الزيادة لحد 17 ممكن ان شاء الله ان شاء الله. طيب، في جزء مهم سيادة الرئيس لما كان في زيارة مؤخرا لأسوان، منطقة غرب أسوان، وسيادة الرئيس زار الأهالي هناك وقعد معهم، إيه اللي تم من هذه الزيارة اللي كانت خلال شهر تقريبا حتى الآن؟ طبعا كانت زيارة بالنسبة لنا كانت مفاجأة صارت داخل محافظة أسوان. قد إيه طبعا الأهالي كانوا سعداء جدا، كانت مفاجأة جميلة. صحيح كان في عندنا ما يستدعي، كان في مشاكل وكان في سيول، وفي بعض البيوت اللي تأثرت نتيجة ان هي مبنية بالطوب، الطوب اللي هو الطوب اللبن يعني. لكن مع قرار سيادة الرئيس ان كل مركز ومدينة أسوان اللي كان حصل فيه هذا التأثير داخل فيه حياة كريمة واشتغلوا فعلا على أرض الواقع. ويمكن حضرتك كنت يعني شايف ومتابع. نعم طبعا. قد ايه الناس كانت سعيده بهذا اللقاء مع سياده الرئيس وتصديقه على دخول مركز ومدينه اسوان داخل مدن حياه كريمه. وعايز اقول لحضرتك احنا مدن حياه كريمه، احنا يعني كان عندنا 3 باضافه مركز ومدينه اسوان بقينا 4 مدن، 35 قريه رئيسيه و109 قرية من القرى التابعة و636 تجمع ريف وناجع وهكذا. فبقول لحضرتك كل المشروعات دي كلها يعني تتعدت ال 14 مليار جنيه قابلة للزيادة. عندنا بقولك 823 مشروع. ال 14 مليار دول بس لل 823 مشروع او 33 مشروع. ودول طبعا قابلين للزيادة، لان احنا يعني قبل ما بنشتغل في اي قرى بنقعد مع الناس وبنعمل جلسات استماع ليهم وبنشوف المطالب بتاعتهم، وفي نفس الوقت بنزللها وبعدين بنحقق رغبات المواطنين وبنصدع عليها من القيادة. فبالتالي عايز اطمن حضرتك ان حياة كريمة هتلقن ان شاء الله محافظة أسوان، احنا بنتكلم محافظة أسوان هتنقل نقل كبيرة جدا جدا إن شاء الله الفترة القادمة، بالإضافة للتطوير والتحديث اللي بيتم داخل المحافظة. يعني احنا برضو كل شيء بيتم على التوازي، سواء مشروعات قومية سواء ما يخص التجميل والتحديث، لأن احنا محافظة سياحية طبعا ولازم تاخد وضعها الطبيعي. حضرتك مهتم بالسياحية، حضرتك اتكلمت على السياحة، فما ينفعش نعدي الحكاية دي، وناس بتشتغل وشغلها كله قائم على السياحة، بنوفر لهم ايه البدائل؟ المشاكل اللي كان عندهم على مدار الفترة الماضية، المراكب اللي كان عندهم مشاكل كمان، حضرتك بنتعامل ازاي مع هذا الملف بالتنسيق مع وزارة السياحة؟ طبعا احنا في البداية طبعا لازم نقول ما هي وقفة الدولة مع كل من يعمل في مجال السياحة. طبعا كان لازم البداية نشكر الدولة، لان فعلا تحيا مصر وحياة كريمة بالنسبة لنا، يمكن تحيا مصر وقفت معانا وقفة كبيرة جدا في ونقول ان كل الناس اللي كانوا شغالين في مجال السياحة يعني تم تقديم كافة العون ليهم في الفترة الخاصة بالجائحة، بجائحة كورونا. الخطوات اللي سيادتك خدتها سيادة المحافظ في التحول الرقمي اخبارها ايه؟
والدولة النهاردة داخلة على التحول الرقمي في كل القطاعات والأجهزة والمؤسسات والحكومة وكله. أنا بقول لحضرتك إحنا الحمد لله في محافظة أسوان تم الانتهاء تماما من التحول الرقمي بنسبة 100%. تم إنشاء المبنى الرئيسي للتحول الرقمي وده متكلف 21 مليون جنيه. 10 مراكز تكنولوجية موجودين في 10 مدن. طمن حضرتك إن إحنا يعني يمكن الحمد لله ربنا وفقنا إن إحنا قدرنا إن إحنا ننتهي تماما من التحول الرقمي، وإن شاء الله في انتظار الافتتاح خلال الشهر القادم لبدء تفعيل التحول الرقمي فعليا. إحنا بنقدم حاليا دلوقتي على أرض الواقع 82 خدمة للمواطنين بياخدوها من خلال المراكز التكنولوجية، ولكن طبعا إحنا حاليا بنشتغل على ما هو أبعد من ذلك. إن إحنا ممكن ناخد الخدمات من خلال أكثر من وسيلة، من خلال أبليكيشن ممكن يتعمل لتقديم الخدمات عن طريق التليفون، يعني زي ما بتدفع الفواتير الهات والقفاء و في بعض الخدمات لا تستدعي وجود المواطن إن هو يجي بنفسه ويقدم أوراق علشان تثبت وتكون مسجلة عندنا، لأن طالما في له داتا عندنا وموجودة وممكن ياخد الخدمة بتاعته ممكن ياخدها من خلال أكتر من وسيلة، بالإضافة لبعض التطبيقات اللي احنا حاليا عملناها وفعلناها وإن شاء الله مع الافتتاح القادم هتشوف وتسمع، لأن احنا عاملين أكتر من تطبيق زي عين المواطن مثلا. عين المواطن ده حضرتك كل المواطنين هم عين للتنفيذي، بمعنى إن هو معاه التليفون منزل عليه أبليكيشن محطوط عليه يعني بمجرد ما بيشوف المخالفة سواء مخالفة بناء مخالفة خاصة بتجميع القمامة مخالفة مرورية أي مخالفة من أي نوع بيصورها وبتتبعت في نفس اللحظة بتنزل عندنا على طول على الشاشات بتاعتنا متحدث فيها المكان بالإحداثيات بتاعته معروف والموقع الجهة فيه. تتحرك الجهة تتحرك في نفس التوقيت بندي حتى للمواطن بعد ما تنتهي المخالفة بنبلغه على التليفون بتاعه إنه تم الانتهاء وبنصور له المكان بعد ما انتهت منه المخالفة. الجو يعني عندكم كويس دلوقتي ولا برد زي عندنا؟ لا هو بالنهار جميل جدا 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 جدا, نعم. جدا بالليل في نسبة طبعا برد ولكن مش بالشكل المؤذي، يعني احنا يمكن احنا هنا الجو عندنا جميل جدا جدا احنا طبعا السيزون بتاعنا بدأ ومش عايز اقول لحضرتك الحمد لله احنا بنطمن الناس كلها ما شاء الله الدنيا يعني ماشية كويس ان شاء الله ماشية كويس جدا ان شاء الله. ست اللواء أشرف عطية بشكرك شكرا جزيلا محافظ أسوان. هنرجع مرة تانية إلى النهاردة لقاء السيد الرئيس مع السيد محمد منيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وطبعا انتخابات الليبية المفترض يوم الجمعة. لقاء الرئيس النهاردة التأكيد طبعا على ما يتخذه الشعب الليبي من قرارات واختيارات ودعم الدولة المصرية، ومصر دائما داعمة للأشقاء في ليبيا. تم طبعا خلال اللقاء يعني التأكيد من جانب السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لأشقائنا في ليبيا، تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية الشقيقة. وسيد منيفي اتكلم على استعرض الوضع السياسي الداخلي في ليبيا، وطبعا تقدير كبير لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية. طبعا كان حاضر اللقاء سيد سامح شكر وزير الخارجية، سيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير بسام راضي اتكلم على طبعا هذا الاجتماع وأهمية هذا الاجتماع ومدار خلال هذا الاجتماع. على الجانب الآخر النهاردة كان في اجتماع أيضا مهم جدا في بني غازي، يعني شوفوا التحركات النهاردة، تحركات في مصر، الرئيس مع رئيس المجلس الرئاسي، ثم بني غازي، المشير خليفة حفتر الذي يخوض انتخابات مرشح على منصب الرئاسة دعا مين؟ هقول لكم اسمين، هما مجموعة ولكن الاسمين البارزين، فتحي باشاغة اللي كان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، وأحمد معتيق أحد أيضا قيادات المعروفة في ليبيا ولخوض انتخابات الرئاسية. ده تقريبا أول لقاء ليهم، تقريبا يعني أول لقاء يجمع بينهم. اللقطة اللي قدام حضرتك دي لا يمكن في خيالك تتوقع أنها كانت ممكن تحصل، يعني حتى أسبوع فات لا يمكن تتوقع أنها تحدث هذه الصورة اللي قدامك. ليه؟ فتحي باشاغة ما كانوش معترفين ومعتيق ما كانوش معترفين بالمشير حفتر،
وما كانوش بي يعني ده اتهامات بقى. لكن النهارده بقى ايه الموضوع؟ الكل النهارده بيتكلم على ايه؟ مصلحه ليبيا اولا واخيرا، مصلحه ليبيا. عشان كده جاء الاجتماع ده. المشير حفتر وجه دعوه ليهم فراحوا بنغازي وحصل هذا الاجتماع وحصل هذا الاجتماع. وهذا الاجتماع طبعا زي ما بقول لحضراتكم لا يمكن تتوقع انه كان ممكن يحدث. شايفين فتح باشاغه مع المشير حفتر مع بعض بقى، اللقاء ودي، زياره وديه، لقاء مهم، انه في الاخر هو كل واحد عايز مصلحه نفسه ولا مصلحه ليبيا؟ مصلحه ليبيا، لانه مختلف تماما عن مين؟ عن بتاع الاخوان اللي هناك اللي هو اسمه ايه ده، اسمه ايه ده بتاع تركيا، رجل تركيا اسمه ايه؟ حاول افتكر اسمه، بنتكلم عنه كل يوم، بس كويس ان اسمه ضاع من دماغي، احسن والله احسن. المهم، فطبعا ناس هنا بتتكلم عليه على الدوله، الدوله الليبيه، عايزين استقرار ليبيا. زي ما بقول لكم الانتخابات كان مفترض يوم الجمعه، وحتى الان كل السيناريوهات تؤكد انه مفيش انتخابات يوم الجمعه. ليه بقول خالد المشري؟ افتكرت انا خالد المشري دلوقتي. خالد المشري من زمان قال لك الانتخابات دي لازم تؤجل، وتركيا مع تأجيل الانتخابات. ليه؟ عشان اذا جاء رئيس لليبيا اول حاجه يعملها ايه؟ القوات التركيه والمرتزقه اللي موجودين على الاراضي الليبيه. فطبعا في اطراف والطرف التركي تحديدا مش عايز انتخابات، والاخوان الارهابيين مش عايزين انتخابات. فخالد المشري من بدري قال لك احنا مش مع هذه الانتخابات، عايزينها تؤجل لشهر فبراير. واشتغلوا. شايفين الصوره دي؟ تخيل الصوره دي مين؟ تخيل خليفه حفتر، فتح باشاغه، دول اللي كانوا من فتره قريبه جدا اعداء، اعداء، ولو حد شاف في يوم التاني كان ممكن يقتله، وكانوا بيتكلموا كده. النهارده لا، النهارده ايديهم في ايد بعض، لان قدامهم بلد بتضيع، وهذه اخر فرصه لكل اشقائنا في ليبيا، اخر فرصه. إذا لم يجتمع الشعب الليبي والساسة الليبيون على كلمة سواء من أجل ليبيا، مفيش ليبيا. مصر بتشتغل على هذا الملف بمنتهى القوة، شغالة عشان إيه؟ يكون في ليبيا واحدة، يكون في جيش واحد، أجهزة مخابرات وأمن واحدة، مؤسسة شرطية واحدة، سلاح في إيد الدولة مش في إيد ميليشيات، دمج لأي حد الشعب الليبي عايزه، هم حرين. أحمد معتيق وخليفة حفتر، مش ممكن تتوقع إنه ده يحصل. حصل النهارده، أنت عندك زيارة مهمة في القاهرة، وعندك زيارة ولقاء مهم جدا في بنغازي، ما لازم يجتمعوا، ولازم يبقى فيه شغل حاصل الساعات دي تحديدا وتنسيق. بلدهم ممكن تضيع، والله بتكلم بجد، لأنه في ميليشيات النهارده راحت حصرت، ويكون معانا الأستاذ عبد الستار حتيتة دلوقتي كمان، حصرت الرئاسة ومجلس الوزراء، مش عايزين انتخابات، والمفوضية قالت لك حلت، قال لك ما تقريبا فيش انتخابات، فراحوا حلين المفوضية واللجان بتاعتها. إلى أين تذهب ليبيا؟ والمجتمع الدولي طبعا عندك برلين واحد وبرلين اتنين وباريس وجنيف والقاهرة، عندك كتير تحركات، والمغرب الصخيرات، وفي الآخر وصلنا لإيه النهاردة؟ مفترض انتخابات تتعمل عشان يبقى في رئيس، في نظام، في دولة، في حكومة، في برلمان، في كل منتخب. ولكن هناك أيادي تعبث بالأمن الليبي وبانتخابات في ليبيا. أستاذ عبد الستار مساء الخير. مساء النور. أولا نبدأ من القاهرة وزيارة السيد محمد منيف واللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا زيارة في غاية الأهمية، ما تنساش أن مصر موجودة بقوة في الملف الليبي باعتبار أن ليبيا دولة جارة، والأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ومصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها طرف نزيه في العملية في الأزمة الليبية، ولها لقاءات مع قيادات من الشرق والغرب والجنوب، ولا تفرق بين أحد، وبذلت مجهودات كبيرة خاصة على الصعيدين السياسي والأمني العسكري. يعني هي بذلت مجهودات كبيرة للغاية،
وبالرجوع إلى الإعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2020 تتجد مسار الانتخابات ومسار السلطة المؤقتة التي تمثل الأقاليم الثلاثة والتوزيع العادل للثروة وكثير كثير من البنود التي بدأ تنفيذها، لأن البديل هو الاحتراب وهو مزيد من القتلى من الشباب الليبي ومزيد من الضحايا الذين ينفذون دون إرادتهم ودون وعي منهم أجندات لدول أخرى ولمصالح إقليمية ولجماعات وأشياء من هذا القبيل. زيارة السيد محمد المنفي اليوم تبين إلى أي حد مصر تعطي مساحة كبيرة للأخوة الليبيين لكي يعني يستيقظوا وينقذوا بلدهم من الانهيار ومن الانقسام ومن الفوضى، وأن يعملوا على بنود المصالحة وعلى بنود وحدة المؤسسات والخروج من مأزق الانتخابات بطريقة آمنة، لأن الانتكاسة الكبيرة بعدم إجراء الانتخابات يؤدي إلى مشاكل. طبعا مصر تريد أن تجنب الأخوة الليبيين المشاكل وتريد أن تحافظ على حالة السلام وحالة وقف إطلاق النار التي تمكنت من التوصل إليها مع الأخوة الليبيين منذ العام الماضي. كل هذه أمور مهمة للغاية بالنسبة للدولة المصرية، أن يعبر الليبيون إلى بر الأمان بأقل الخسائر، وهذا أعتقد أنه كان محور الحديث مع السيد محمد المنفي حين زار القاهرة، وأعتقد أنه أيضا كان محور الحديث بين القيادات الليبية التي التقت اليوم في بنغازي. مفاجأة بنغازي النهاردة، هل كنت تتخيل أن اللقاء ده ممكن يحدث؟ يعني أنك تشوف النهاردة طبعاً لقاء يجمع بين الفرقاء اللي كانوا بيقتلوا بعض، اللي كانوا بيتهموا بعض بكل شيء، أنه يحدث هذا اللقاء النهاردة؟ لا طبعا ما كانش متوقع أبدا. أنا كنت متابع بشكل لصيق ومقرب للغاية للاحتراب الذي كان مستمرا في ليبيا منذ سنوات. هذا الاحتراب كان يعني 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 لا أريد أن أفشي أسرارا، لكن على سبيل المثال كانت عمليات، هناك عمليات لاغتيالات لقيادات من الشرق ومن الغرب. هذه العمليات كانت أحيانا تضع أوصاف مثل اقتناص الكباش الكبيرة واقتناص الكباش الصغيرة وأوصاف من هذا القبيل، تبين إلى أي حد كان هناك استعداد لدى مثل هذه القيادات لاغتيال بعضها بعضا. اليوم نجد هؤلاء يستبدلون صناديق الذخيرة بصناديق الاقتراع وبطاولات الحوار وبالتفاهم وبالتقارب وبمحاولة حل المشكل الليبي بأقل خسائر ممكنة. نعلم ولا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال، نعلم أن سبب كل هذا التقارب وكل هذا محاولات التفاهم هو إبعاد شبح عودة النظام السابق وإبعاد شبح الصدام مع المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي لا يريد عودة النظام السابق مرة أخرى على ما يبدو. ولهذا كان هناك مأزق كبير، إذا أجريت الانتخابات وحصل سيف الإسلام القذافي على نصيب كبير فسيكون الكل في مأزق، سواء من القيادات المحلية التي أسقطت نظام معمر القذافي أو من الدول التي ضربت ليبيا في عام 2011 وهي الدول أعضاء حلف الناتو بما فيها تركيا. لهذا كان الوقوف قوي ضد إجراء الانتخابات من جماعة الإخوان ومن اللوبي التركي ومن بعض حتى الدول الغربية. طيب ما هو البديل؟ القيادات الوطنية اليوم جلست في بنغازي للبحث عن بديل آمن يعني يجنب البلاد الاحتراب وفي نفس الوقت يعبر بها إلى طريق الانتخابات بعد عدة أشهر. ما معنى البديل الآمن؟ هل مثلا يتم التوافق على مرشح ومن هؤلاء المرشحين اللي قعدوا النهاردة في بنغازي وبالتالي توزيع بعد كده الحصص الخاصة بالحقائب؟ هل ده ممكن وارد أو ده أحد السيناريوهات؟ نعم، يعني ينبغي النظر دائما إلى الورقة المصرية. الورقة المصرية جعلت الحل السياسي المؤقت طبعا مبني على التفاهم ما بين الأقاليم الثلاثة، أقليم فزان في الجنوب وأقليم برقة في الشرق وأقليم طرابلس في الشمال الغرب. هذه الأقاليم الثلاثة يعني أصبح موضوع التقاسم ووضع اعتبار للأقاليم من الموضوعات الأساسية في تشكيل أي سلطة مؤقتة. لهذا يمكن أن يكون هناك تفاهم على رئيس حكومة من طرابلس، نائب رئيس حكومة من الجنوب، نائب رئيس حكومة آخر من الشرق، وأن يكون رئيس المجلس الرئاسي على سبيل المثال من الشرق ويكون له نائب من الغرب ونائب من فزان. هذا طبعا يسير مع مسارات أخرى
موجودة أيضا في الورقة المصرية، ومنها على سبيل المثال التقاسم العادل للثروة الليبية، أن البترول ما يروحش ما تروحش إيراداته للجماعات الميليشيوية والإرهابية كما كان يحدث في السابق، لابد أن يتم وضع هذه الأموال تحت الرقابة إلى حين تشكيل حكومة منتخبة ودائمة للليبيين تتصرف في الأموال وفقا لآليات برلمانية ومحاسبية وأشياء من هذا القبيل. يعني لكل الأطراف الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الدولة المصرية وبعض الأصدقاء ومحبي الشعب الليبي يريدون للليبيين عدم الاحتراب وفي نفس الوقت عدم الدخول في مواجهات مع قوى إقليمية وعدم الدخول في مواجهات مع بعضهم بعضا في الداخل الليبي. لهذا كان هناك المسار السياسي، كان هناك المسار العسكري من خلال لجنة 5+5 التي دائما أذكر بأن هذه اللجنة أساسا بدأت في مصر وتعرضت لمقاومة وعراقيل كبيرة إقليمية ودولية، ومصر حولتها بشكل آمن إلى الأمم المتحدة وأصبحت هذه اللجنة تنعقد بشكل دوري ودائم في سرت وحققت الكثير من النتائج الطيبة، ويمكن أن تكلل بالنجاح إذا ما تمكنت من توحيد المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف، وهو مطلب ليبي ومطلب مصري أيضا لصالح الأخوة الليبيين، بالإضافة طبعا إلى المسارات الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتوحيد المؤسسات وغيرها من تفاصيل. الدبيبة مش حاضر هذا الاجتماع، إيه الأسباب؟ لأن الدبيبة دخل في لعبة مع الإخوان. يعني حين تعود للوثائق البريطانية التي سجلت ما كان يحدث منذ عام 2011 ستجد أن ما احترامي طبعا لأسرة الدبيبة، لكن التقارير البريطانية ركزت على تحركات القيادات الكبيرة في هذه الأسرة منذ عام 2011. كان هناك اعتقاد بأن هذه القيادات الدبيبية إن صح التعبير هي تابعة لجماعة الإخوان، ثم اكتشف البريطانيون أنهم ليسوا تابعين لجماعة الإخوان ولكن تابعون للأموال ولمن يحقق لهم المصلحة، ولهذا دائما ما يمتطون جماعة الإخوان. في حالة الانتخابات 24 ديسمبر وبعد أن تولى السيد الدبيبة رئيس الحكومة، وجد أن أسهل فصيل يمكن أن يمتطيه ويستخدمه هو فصيل جماعة الإخوان، ولهذا تماهى وتماشى ويعني غض البصر عن تصرفات القنوات الإعلامية المحرضة ضد الانتخابات، تغاضى عن الخطابات الرافضة للانتخابات، وتغاضى حتى عن الأوصاف التي كانت تتناول شخصيات كبيرة عسكرية وأمنية من الشرق ومن الغرب وليس من الشرق فقط ومن الجنوب. كل هذا كانت وسائل الإعلام الإخوانية يعني تكيل المكاييل ضد كل القيادات، وكان هو يغض الطرف وكان يتماشى مع جماعة الإخوان. ولا لهذا السبب أعتقد أن القيادات التي تريد أن تجتذب الشعب الليبي مرة أخرى وتخرجه من نكسة عدم إجراء الانتخابات كلما ابتعدت عن الدبيبة كلما ابتعدت عن الإخوان، وبالتالي كسبت إلى حد ما رضا العامة في ليبيا. هل في انتخابات يوم الجمعة ولا لا؟ طبعا لا، لأن ببساطة مفوضية الانتخابات مشت الموظفين اللي كانوا مفروض يقوموا على العملية الانتخابية بكاملها. يعني مشت الموظفين وقفلت اللجان وقالت لكل واحد متشكرين ويبدأ العمل يعود إليها بشكل معتاد كما لو كان لا توجد انتخابات بداية من أول يناير 2022، وبالتالي المفوضية يبدو أنها بشكل عملي خلاص ما لا يوجد انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية إلى حين تتشكل سلطة جديدة مؤقتة، وهذه السلطة بالتوافق مع مجلس النواب ومع الأطراف المختلفة تبحث عن مسار جديد لإجراء الانتخابات بشكل آمن ودون عراقيل. سلطة بديلة للسلطة الحالية المؤقتة؟ طبعا لا تنسى أن حكومة دبيبة ليست حكومة مؤقتة، هي حكومة تسيير أعمال فقط منذ 21 سبتمبر الماضي، وهناك قيادات ومعظمها من القيادات التي اجتمعت اليوم في بنغازي. يعني بالبلدي كده حلفت بالطلاق من بدري أن دبيبة مش هيستمر بعد يوم 24،
وهذه القيادات لديها من القوة الضاربة ولديها من الأتباع ولديها من الأنصار من لا يمكن الاستهانة بهم، أكثر من جماعة الإخوان وأكثر من الجماعات الفوضوية والميليشيوية. يعني لديهم القوة التي يمكن أن ينفذوا بها التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في الشهور الماضية، وتحالفهم واجتماعاتهم اليوم في بنغازي أعتقد أنها تسير في نفس الطريق، وهو إيجاد سلطة بديلة لسلطة دبيبة بعد يوم 24 ديسمبر الجاري. طيب هل ده سيؤدي لصراعات جديدة في ليبيا مرة أخرى؟ أعتقد أن ما يجري يعني لا يجري هكذا وحده، يعني هناك تشاور مع أطراف. لا تنسى وجود السيدة ستيفاني ويليامز المبعوثة الشخصية أو مستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هناك السفير الأمريكي، هناك أطراف إقليمية، الكل يريد كما قلت الانتقال بالليبيين إلى بر الأمان بأقل الخسائر. ولهذا تحركات الميليشياوية أو التحركات المسلحة التي يمكن أن تقوم بها الجماعات الفوضوية وجماعات الموالية للإرهابيين وجماعات الموالية للدبيبة يمكن أن تظهر لها القوة الدولية على العين الحمراء، بحيث يكون هناك نوع من الرضا بالسلطة الجديدة. والسلطة الجديدة لا يستهان بها إذا ما تحالف مثلا المشير خليفة حفتر مع السيد فتحي بشاغة، أعتقد أنهما يمكن أن يشكلا قوة على الأرض تحسم أي مشاكل سواء في مصراتة أو في طرابلس أو في الزنتان أو في عموم المنطقة الغربية، وبالتعاون مع الأطراف الدولية إذا ما كانت هذه الأطراف الدولية تريد بالفعل الاستقرار في ليبيا بأقل الخسائر. يا أستاذ عبد الستار، المجتمع الدولي عمل عدة اجتماعات من باريس لجنيف لمش عارف لإيطاليا للفين، كل هذه الاجتماعات بتتكلم عن انتخابات، اجتماع واجماع دولي انتخابات يوم 24 ديسمبر، الان مفيش انتخابات بعد بكره او 24 ديسمبر، ده معناه فشل المجتمع الدولي. حضرتك بتقول هيضغطوا، طب هم ما ضغطوش ليه؟ عشان يعمل انتخابات في الموعد اللي المجتمع الدولي حدده وساعده وساهم وعمل. ما حصلت مفاجأة كبيرة، حصلت مفاجأة لم يكن يتوقعها احد، وهي دخول سيف الاسلام القذافي الى قائمة المرشحين وعدم قدرة القضاء على إخراجه، لأنه لا توجد عليه مؤاخذات قانونية نهائية لإخراجه من القوائم. يعني سيف القذافي هو اللي غير كل الخريطة؟ هذا صحيح إلى حد كبير. سيف الإسلام القذافي بالإضافة إلى ضعف المرشحين الذين تراهن عليهم جماعة الإخوان. جماعة الإخوان كانت تراهن على الدبيبة وكانت تراهن على مرشحين آخرين تابعين لها، وهي تعلم تماما أنه لا الدبيبة ولا المرشحين التابعين لها يمكن أن يحسموا أي انتخابات ولا حتى يدخلوا إعادة في المرحلة الأولى. ومن ورائهم طبعا تركيا كانت تعلم هذا. ولهذا السبب كان كل هذا اللوبي يعمل ضد إجراء الانتخابات. بمجرد أن وجدوا اسم سيف في الانتخابات بدأوا يتخذونه كذريعة ويولولون ويصرخون ويقولون النظام الذي أسقطناه سيعود وإلحق يا جدع وحاجات زي كده. طبعا هذا أسهم في إفشال الانتخابات. يعني هناك عناصر كثيرة أفشلت الانتخابات، منها دخول سيف القذافي في القوائم، ومنها شعور جماعة الإخوان بأنها ستخسر إذا جرت الانتخابات، وستخسر إذا ما راهنت على طرف من الأطراف الموالية لها في دخول الانتخابات مثل السيد عبد الحميد الدبيبة. سيد عبد الستار حتيدة، بشكرك شكرا جزيلا. نتابع لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد محمد منيفي رئيس المجلس الأعلى أو رئيس المجلس الرئاسي الليبي. نتابع هذا الاجتماع اليوم، يتعلق هذا الاجتماع ب واستقبال السيد الرئيس لرئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات والسفير الليبي في القاهرة ومندوب ليبيا في الجامعة العربية. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير عبد المطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها. من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية. كما عرض السيد محمد المنيفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده. نروح لسيادة المستشار أبو الحسين قايد متحدث باسم نادي قضاة مصر. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير على حضرتك، وتحياتي لكل مشاهدينك والشعب المصري العظيم اللي بتصدر أحكامنا باسمه. تدخلات سافرة من دول من منظمات في شأن القضاء المصري امبارح، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، قبلها بكام يوم الخارجية الألمانية، ثم منظمات حضرتك عارفها وإحنا كلنا عارفينها خارجية أو داخلية بتتكلم على مصر وتتكلم على القضاء وتدخلاته وليه تحكموا وخرجوهم وفرجوا عنهم. حضرتكم بتتابعوا إزاي هذا الأمر كنادي قضاة مصر؟ حقيقة تابع نادي قضاة مصر بأسف شديد ما صدر من وزارتي الخارجية الأمريكية والألمانية وبعض المنظمات المدعاة بالحقوقية بشأن بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها وما جاء على لسان ممثليها في هذا الشأن. ونؤكد نحن في نادي القضاء أن هذه التصريحات تعد مساسا بضمانات استقرار القضاء المصري المنصوص عليها في المواثيق الدولية، كما أنه تدخل سافر غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق والممتد تاريخيا قبل نشأة هذه المنظمات وبعض هذه الدول أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية. في رفض تام لهذه النوعية. نعم. من نرفض هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري وفي أعمال القضاء المصري المستقل. وهذا تدخل مرفوض وغير مقبول تماما. وهم حقيقة يعني هم بيقربون عن قيمة أمالهم. إحنا في الحقيقة كقضاة مصر نعرض عن خيبة أملنا فيهم فيما صدر من هذه التصريحات من الخارجية الأمريكية أو الألمانية في أمر لا يحق لهم أصلا الحديث بشأنه، وبدون علم حقيقي بظروف ومجريات تلك القضايا اللي هم تجاوزوا في الحديث بشأنه. المنظمات اللي حاجة بتقول عليها ملهاش علاقة بالحقوقيين بتقول إن حكم مشين. هذا تصريح مرفوض لا نقبله، نرفضه جملة وتفصيلا، ونشدد على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين حرية الرأي أو ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يشكل جريمة يقسمها القانون، كما أن أحكام القضاء المصري في هذا الشأن مليئة بالعديد من المبادئ اللي بترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء الموصل والقيم العليا للمجتمع. ممكن سيادة المستشار تفهمهم العدالة في مصر، القضايا وهي بيتم نظر أي قضية أيا كانت هذه القضية، إيه اللي بيحصل في الجلسات؟ عشان بيقولوا إيه؟ لا متهمين معهم محامين ولا سمحوا لهم يتكلموا ولا ادوهم فرصة ولا طلبات الدفاع اترفضت، قالوا حاجات في هذا السياق. أستاذ أحمد، هم يعون جيدا أن القضاء المصري قضاء عادل وشامخ ومستقل، يعون هذا، ولكن ما يقال هي كلمة باطل أريد بها باطل أيضا وليست كلمة حق. تمام؟ لأن احنا أولا جلسات المحاكم المصرية جلسات علنية. مبدأ الدفاع وحق الدفاع ده مبدأ راسخ في وجدان القضاء المصري
والعديد من الأحكام المصرية، بل ملايين الأحكام منذ نشأة القضاء المصري تمام تشهد بهذا. حق الدفاع مكفول أي مكان الطرف أمام القضاء، هذا الحق مكفول للكافة. حق الدفاع يعني إحنا أحيانا في محكمة النقض بنلغي إذا لم في إخلال بحق الدفاع. حق الدفاع مكفول للمتهمين على سواء، هم يعلموا هذا الكلام جيدا. يعلمون لكن هي يعني انت عارف حضرتك ما يدور على الساحة الدولية، واحنا كنادي قضاة مصر بنطالب المؤسسات الخارجية والداخلية ايضا الامتثال للمواثيق الدولية والاعراف والتقاليد القضائية وعدم الانصياع وراء المعلومات المضللة والانصياع لاحكام القانون وعدم تناول الاحكام القضائية لان تناولها يشكل جريمة مؤثمة قانونا. هل نادي القضاء ممكن، بسأل السؤال يعني، يحرك بعض دعاوى قضائية ضد اللي بيتدخل في شأن القضاء ويؤثر على القضاء المصري؟ بالتأكيد عندما يتعرض أي إنسان داخليا أو خارجيا تمام للقضاء المصري من حقنا كنادي قضاة مصر بل لمجلسنا مجلس القضاء الأعلى الموقر رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم الدولية. لكن إحنا بنعتبر إن ما يقال ده هراء، فلا يعني لا نرد عليه. لا ترد عليه أكيد، لكن إحنا نعلم ما هو يعني كيرونة القضاء المصري بين الدول، دي حقيقة وكله يعلمها، مش إحنا اللي نعلمها بس، العالم كله يعرف ما هو القضاء المصري. سيادة المشرف أبو الحسين قائد متحدث باسم نادي قضاة مصر، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع ليه ملف مهم النهاردة، المجلس القومي للأجور عمل حد أدنى للقطاع الخاص، بالمناسبة قرار مهم انه بدء تطبيق الحد الادنى يكون في يناير القادم اللي هو 2400 جنيه. عمل اجتماع النهاردة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور وبحضور وزراء التموين والقوى العاملة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء عدد من الجهات والوزارات المختلفة، وتم الاتفاق على انه اعتبارا من يناير القادم، بنتكلم على عدة أيام، هيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، واللي حددوه الحد الأدنى 2400 جنيه، وقالوا كده زي ما اتكلموا في البيان نظرا الوضع والظروف اللي موجودة فيها وتمر بها حاليا وظروف كورونا والضغوط الاقتصادية، إنه المجلس خد هذا القرار وتحديد هيكون هذا القرار مهم إلزامي، يعني هيدوا يعني في مرونة في التطبيق، خاصة لو في مؤسسات اقتصادية يعني أو منشآت تعثرت عندها بعض المشاكل نتيجة لكورونا وغيرها، هيبقى في مرونة في هذا التطبيق أو التطبيق اللي هيكون من يناير القادم. هيفحصوا الطلبات المقدمة من عدد كبير جدا من المنشآت اللي بيطلبوا يعني استثناءات، قالوا ممكن يعني يبقى في بعض الحاجات اللي هم هيبحثوها كمجلس عشان ياخدوا فيها قرارات، ولكن التأكيد النهاردة على بدء تطبيقه، ده لأول مرة يكون في حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وإنه المجلس يعني بيعمل توازن ما بين حقوق العمال أو العاملين في الحصول على أجر مناسب ليهم، بيضمن مستوى معيشة مناسب إلى حد ما يعني، وأيضا في نفس الوقت بيراعوا الظروف الاجتماعية اللي بتمر بها العديد من القطاعات وإنها لا تستطيع تحمل أعباء جديدة. المجلس أيضا برئاسة الدكتورة هالة السعيد النهاردة اتكلم على إنه قرارات المجلس ملزمة وفقا لقانون العمل واللي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ وسيتم مناقشته في مجلس النواب خلال أسابيع قادمة، وإنه طبعا الهدف النهاردة أيضا زي ما بنقول بتوفر يعني حد أدنى من المعيشة أو الدخل المناسب للناس اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص نتيجة لكل الإجراءات اللي خدتها النهاردة أو أخذها المجلس القومي للأجور. مجلس وزراء النهاردة عمل إنفوجراف حوالين السلع التموينية، أنا مهتم بيه، إيه اللي موجود عندنا، إيه اللي موجود في مصر، ايه المتوفر، عشان حتى تبقى عارف المخزون اللي عندنا والاحتياطي الاستراتيجي الموجود عندنا في مصر. ادي الاحتياطي من السلع الاستراتيجيه،
نتكلم على توفير السلع الاستراتيجية. الرز عندنا بنتكلم على 3 شهور رز. القمح بنتكلم على 5.3 شهور. بنتكلم أيضا على الزيت 5.4 يعني قرابة 5.5 شهور أو أشهر الزيت موجود، يعني يكفينا لمدة 5.5 شهور. السكر التمويني نتكلم على 3.5 شهور الاحتياطي اللي موجود عندنا. خلي بالكم دي أرقام ما بتلوهاش في أماكن كتيرة، دي موجودة في مصر، ده الاحتياطي اللي موجود، ده اللي موجود حضرتك عشان تبقى إيه مطمئن عندنا ولا ما عندناش، هل عندنا سلع ولا ما عندناش، تبقى قاعد قلقان. لا أنا بقول لك ما تبقاش قاعد قلقان، أدي الاحتياطي اللي موجود عندك، اللي موجود مش لسه هنجيبه، ده موجود في المخازن بتاعة الدولة المصرية. الدواجن 3 شهور موجودة، فراخ لمدة 3 شهور تكفي الناس. الفول بنتكلم 3.5 شهور، الفول. اللحوم اللحمة السودانية قرابة 18، يعني بنتكلم على 1.5 سنة، يعني عندنا لحمة سودانية لحوم سودانية تكفينا سنة لمدة 1.5 سنة موجودة، مش هنستوردها، موجودة عندنا. اللي بقوله لحضرتك المعروض قدامك ده المخزون اللي موجود في مصر، السلع اللي موجودة عندنا مش هنجيبها لسه هنستوردها. عندنا المكرونة 6.5 شهور مكرونة، يعني لو ما عندناش عندنا مخزون كافي ما شاء الله 6.5 شهور لحد يعني نص العام القادم ما شاء الله لحد شهر 6 الجاي عندنا. عندنا التعاقدات كمان، يعني بالإضافة اللي عندك كمان تعامل تعاقدات مع إيه؟ أهم حاجة بندور عليه القمح. القمح بنتكلم على 5.5 مليون طن تعاقدات. حجم توريدات القمح المستورد عندنا كمان 3.5، يبقى كام عندنا؟ 3.5 مليون طن توريدات القمح المحلي. الدولة بتاخده من مين؟ وزارة التموين بتشتري مين؟ من مزارع. هناخد كمان 3.5 مليون طن، يبقى احنا هنستورد 5.5 مليون طن من الخارج، ده عندنا، وبالإضافة ل 3.5 مليون طن. خلاص انت لما قلت استورد يبقى خلاص انت كل ده جهزته. الزيوت 840 ألف طن حجم واردات زيت الطعام، يبقى كمان بالإضافة متوفر عندك قد إيه زيت التمويني ل5.5 شهور تقريبا. لا كمان عندي 840 ألف طن واردات زيوت الطعام. اكتفاء رز 100% ما شاء الله، عندنا رز 100% واحنا يعني بلد تحب الرز يعني، فعندنا اكتفاء 100%. الفول عندنا 2500 طن تم التعاقد على استيرادها، وصل منها بالفعل 1600 طن. اللحوم الدواجن بنتكلم على 12000 طن تم التعاقد عليها، في كمان 1825 طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها ووردت الكمية بالكامل، يبقى انت كمان جبت 1825 طن لحوم مجمدة. عندك 60000 راس ماشية تم التعاقد عليها، ورد منها بالفعل 45000 راس ماشية. ده بيطمن حضرتك على البلد وضعها آمن، وضع التمويني آمن، السلع احتياجاتنا للمئة مليون آمنة، مش شهر ولا 2، حد الأدنى بنتكلم الحد الأدنى 3 شهور، يعني كل السلع موجودة في مصر اللي حضرتك محتاجها كام؟ الحد الأدنى 3 شهور، بتصل ل1.5 سنة، يعني عندك من 3 شهور ل1.5 سنة موجودة متوفرة الحمد لله، كل احتياجاتنا موجودة الحمد لله، فما عندناش مشكلة وما عندناش أزمة. في دول النهاردة نتيجة الإغلاق، لأنه في دول بدأ إغلاق، في كمان سلاسل تجارية هيحصل لها مشاكل الفترة القادمة مع اللي حاصل في مطارات في مواني الدول الأوروبية بالذات اللي داخلة على أزمة كبيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية داخلة على أزمة كبيرة جدا بالنسبة أوميكرون والتحور الجديد والإصابات الكبيرة جدا اللي كل يوم، وبالتالي هذه الدول داخلة في أزمة كبيرة جدا. إحنا الحمد لله عندنا احتياجاتنا وموجودة، لأنه خلي بالك أنه
انت عندك دعم لازم يروح للناس، عندك ناس عندها بطاقة تموين، عندك 64 مليون مواطن مستفيد من منظومة السلع التموينية والخبز، لازم دول تبقى حاجتهم موجودة، بالإضافة للي ما عندوش بطاقة تموين اللي هو يقدر يشتري بالسعر الحر. نشوف أيضا منظومة السلع التموينية، عندنا السلع التموينية والخبز عندنا 64 مليون مستفيد. طيب عندنا من الـ 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 الخبز كام اللي هو العشرين رغيف بجنيه؟ 72 مليون. تاني 72 مليون مواطن بيستفيدوا من الخبز اللي بيواخد دعم المدعم اللي هو الكام؟ العشرين رغيف بجنيه. ده موجود موجود ومستمر. عندك تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرة للناس اللي هم الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480 ألف بطاقة. شوف ده رقم كبير جدا، اتكلم على أرقام مليارات مليارات رصد دعم رصد، والدولة ما هذا الأمر مش بتتخلى عنه، يعني رغم كورونا واللي اتقابلك لا خالص، دولة شغالة بالدعم ده، ما تخلتش، بتساعد الناس ان هي عارفة ظروف الناس وحال الناس واللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. عندنا حوالي 20,000 بطاقة تموينية تم استخراجها للأسر اللي بتستحق المستحقة للمعاش تكافل وكرامة والغير مدرجة تموينين، عندك 20,000 بطاقة كمان أخرى. طبعا بنتكلم على منظومة التخزين والصوامع وعندنا قد إيه وبنعمل إيه والكلام ده كله، و اتكلموا بعد كده على تنمية وتطوير التجارة الداخلية والناتج الزيادة زادت قد إيه، حجم قطاع التجارة الداخلية و كان 19 20 810 مليار جنيه، النهارده 2021 تجاوز 900 مليار جنيه. ده بيأكد على نمو في حجم التجارة الداخلية، الأسواق الجديدة أو حودعات زي ما بنتكلم عنها، المناطق اللوجستية والسلاسل التوزيع، لأن هي دي اللي بتسهل وبتيسر الحركة للناس وتيسر كمان توفر لك حاجات كتير جدا، وما تبقاش الدنيا بالنسبة لك لو أنا قاعد في سوهاج أو في أسوان ما بعتش الحاجة ليك من القاهرة، يبقى في مخازن استراتيجية عندك في المحافظة أو محافظة قريبة منك، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى الأقصر، ممكن تبقى سوهاج، على الأقل أوفر مسافة ما بدل 1000 كيلو يبقى 200 كيلو 400 كيلو، أو تبقى داخل المحافظة زي ما احنا بنشوف في هذه الفترة ايه اللي بيتم في هذه المشاكل وأزمات وأوميكرون والتحورات. سيادة الوزير دكتور محمد عوض تاج الدين، أولا مساء الخير على حضرتك. أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟ بنتشرف دايما بوجود حضرتك معنا. ألف شكر يا أستاذ أحمد. خليني اتكلم على التحور اوميكرون والعالم النهارده وخاصه الدول الاوروبيه وامريكا امبارح بتحذر انه لو استمر عندهم على هذا الشكل هيوصلوا لمليون حاله اصابه في اليوم. اوروبا بدات بعض الدول تغلق، احنا الوضع عندنا بصراحه ايه في مصر؟ شوف حضرتك، يعني عايز اقول لحضرتك اولا، يعني التحورات او التغيرات في شكل الفيروسات دي حاجه طبيعيه معروفه وهتستمر. يعني إذا استمر هذا الفيروس كمان شوية هتسمع متحول جديد زي ما سمعنا على ألفا وبيتا وجاما ودلتا وكلام. نعم. كل ما بتطلع حاجة جديدة الناس بتدرس بعض النقاط اللي تهمنا. نعم. يهمنا درجة انتشار هذا الفيروس، هذا المتحول الجديد. يعني إحنا زمان أما قارنا الإنفلونزا، فيروس الإنفلونزا فيروس كورونا، فيروس الإنفلونزا لما واحد بيبقى عنده فيروس الإنفلونزا في المتوسط يعدي 2.5 أو 3 أشخاص، في الكورونا ممكن يعدي 4 أو 5 أو 6. نمرة واحد اللي لاحظوه، أولا قعدنا أسبوعين قال لك إحنا مش عارفين حاجة جديدة عن هذا المتحول الجديد. فهو الحاجة الوحيدة المرصودة حتى الآن إن بيقولوا إنه عدوته أو كمية العدوى أو عدد الأشخاص اللي ممكن ينتقل إليهم هذا المتحول الجديد أكثر بكثير من المتحولات السابقة كلها، وطبعا أكثر من الفيروس الأصلي. طب هل دي بتنعكس اللي يهمنا قوي على الحالة الإكلينيكية بتاعة المرض؟ لحد دلوقتي لا
لم يثبت، بالعكس بقى في ناس بدأت تتكلم خصوصا جنوب افريقيا اللي هي بنعتبرها حتى الان بلد المنشأ لهذا التحور، بتقول لك لا ده الاعراض الجانبيه بتاعته او الاعراض اللي بتحصل منه اقل من المتحولات الاخرى، لدرجه ان في ناس بيتكلم على انه بيصيب الجهاز التنفسي العلوي لغايه القصبه الهوائيه لكن لسه ما بيعملش التهابات رئويه وكده. الحاجه الثالثه والمهمه يا استاذ احمد، يا ترى بيستجيب لبعض الادويه اللي بنستخدمها ولا لا؟ محدش قال لحد دلوقتي انه لا يستجيب. فاضل بقى النقطه الرابعه والمهمه جدا، يا ترى هذا المتحول الجديد او المتغير اللقاحات، هو بيقول لك بيشتغل عشان يتهرب من تاثير اللقاحات، نعم، هل ده حقيقي ولا لا؟ لم يثبت حتى هذه اللحظه. نعم طيب، طيب السؤال سيادتك المهم، طبعا احنا عاملين نسمع عن الاف الحالات، وبدل ما كان 10% من الانتشار بقى 70 و80%، وفرنسا اول امبارح كان 8.5% وهكذا. الموقف عندنا برضو اقول لحضرتك بكل امانه زي ما انت طلبت والحمد لله كثيرا، الموقف عندنا لحد النهارده ما فيش اي دلائل على اي حاجه سلبيه في هذه النقطه، ولا حاله في مصر حتى الان، لا في حاله، انما ما فيش تغيرات خطيره او انتشار خطير من هذا الفيروس. لا عندنا حالات كتير ولا حالات محدوده؟ حالات محدوده وكلها جايه مستوى جايه من بره، جايه من بره، وده الترقب والحذر اللي زاد قوي الفتره اللي فاتت في المطارات والمواني، يعني في حالات بتيجي تطلع كورونا، كورونا بصفه عامه، نعم، الحاله الايجابيه بتشغل بلدها، الحاله المصريه بندخلها المستشفيات وتعزل، ومثلا من 12 حاله اول امبارح اعلنوا ان في 3 حالات وممكن يزيدوا، ما فيش يعني ما فيش حاجه تمنع، لكن المهم يبقى عندك حذر، لكن هتعمل ايه واحد مصري بلده مصر وجاي عن طريق بلد اخرى وفي المطار لقوا عنده كورونا وما حللوا هذه الكورونا طلع هذا المتحول الجديد وهو انتشر في العالم كله. نعم. يعني هو اللي رصد لحد الان 90 دوله او 89 دوله، في دول هي ما بترصدش الحاجات دي. نعم. فانا هو ده المتحور بتاع الكورونا اللي موجود في العالم كله. طيب عندنا اعلنا ان عندنا حالات. عظيم، هو مش عيب مش العالم كله زي ما حضرتك بتقول اكتر من 80 دوله تقريبا او تجاوزوا اكتر من كده اللي فيهم، وبالتالي لكن المهم الشفافيه في الاعلان. مش هي مش كده وبس، المهم ان احنا قاعدين جاهزين نترقب الحالات، في جت نتعامل معاها، بدل ما تبقى حاله كورونا ما عندهاش اعراض او بسيطه، اذا كان هذا المتحول اللي احنا قلقانين من خطوره عدوته الكثيره ناخده نحجزه او نعزله لغايه ما يبقى سلبي. نعم. عملنا استعدادات لاي احتمالات مستقبليه في زياده الاعداد بنعمل. المطارات عملت استنفار لاكتشاف اي حالات موجود. وكلنا بقى يا استاذ احمد لو سمحت حضرتك والبركه فيك، الناس لازم تخلي بالها. خلي بالها من الاحتياطات والوقايه وعدم التجمع واستخدام الكمامات لانها بتقي فعلا. نعم. انت عندك النهارده المتحور الجديد، عندك الانواع القديمه، عندك الانفلونزا الموسميه. نعم. كل دول موجودين. وكلهم اعراض متشابهه كثيره. نعم. وكلها معديه. النهارده سياده الوزير الصحه العالميه طلبت الدول انهم يمنعوا احتفالات راس السنه واعياد الميلاد، احنا في مصر الوضع بالنسبه لنا ايه؟ قال انه في ظل انتشار، مدير منظمه الصحه العالميه النهارده اعلن هذا الكلام. النهارده حضرتك اللجنه العليا لاداره الازمه برئاسه الدوله رئيس مجلس الوزراء بتجتمع في الوقت المناسب وهي مجتمع شبه مستمره وتتخذ القرارات المناسبه لكل مرحله من المراحل. نعم. مع توازن شديد على الوقايه وعلى حمايه المجتمع وعلى الاقتصاد الدولي. انما في الاخر حياه الناس هي الاولويه. نعم. طيب ايضا الصحه العالميه اتكلم على انه علينا العام القادم 22 اذا اردنا القضاء على او انهاء هذا الوباء انه كل دول العالم يكون 70% من عدد سكانها اخذوا التطعيم. ايوه. فقال هذا الكلام هو الدكتور تدرس اللي هو مدير عام منظمه الصحه العالميه من جنيفا. بيتكلم على هذا يعني هو عنده عشم كبير ان في 2022 وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين ومصر كلها
ان يبقى في سيطره على هذا الفيروس. وهنا برضو اقول لسيادتك ان السيطره لن تكون سيطره بنسبه 100%. الفيروس ده خلاص توطن في العالم، لكن قد يكون فيروس متوطن عادي زي الانفلونزا الموسميه. حضرتك ما يعني الحالات تكون اقل عددا، اقل حده، اقل انتشارا، وممكن يبقى في تطعيم روتيني متكرر للحمايه من هذا النوع من الفيروسات. سيادة وزير، ماذا عن أسترازينيكا؟ كان في كلام على انه مصر هتاخد في الدواء أسترازينيكا، مدى دقة هذا الكلام؟ أسترازينيكا ولا حاجة تانية؟ لا، امبارح كان في تصريح بيتكلم على أسترازينيكا، انه في دواء مصر هتاخده خلال فترة قادمة دواء. شوف سيادتك، هو في أقراص ثلاث. لحد دلوقتي الشركتين اللي احنا يعني بنتعامل معهم فعلا وعندنا الداتا بتاعتهم قويه جدا وبنتابع الابحاث بتاعتهم، ميرك وفايزر. شركه فايزر طلعت اقراص، وشركه ميرك طلعت اقراص. والدواء يعني اقول لسيادتك خبر الدواء بتاع ميرك. ميرك ادى تصريح للدول الناميه والدول قليله الدخل او متوسطه الدخل انها تنتج هذه الادويه عندنا. فالدواء بتاع ميرك خلاص دخل في المراحل التسجيل في مصر وسوف ينتج في مصر. الدواء ده سواء هو او بتاع فايزر بيشتغل على الحالات البسيطه او بسيطه الى متوسطه، اقل يعني اقل من المتوسط، اللي هي عندها مع الاصابه بكورونا مرض اخر زي الضغط او السكر او ادويه او بتاخد ادويه اورام او في اي امراض مزمنه اخرى. قالوا عملوا تجارب كلينيكيه سريريه، وسجل على فكره برضه زي بقيه الحاجات ما يسمى تسجيل طوارئ، يعني محتاج لسه مزيد من الدراسه والتتبع والدراسه الكلينيكيه. حضرتك قالوا ان ده بيقلل، يعني العيان هيتعالج في البيت بالاقراص مش محتاج مستشفى. لو العيان دخل المستشفى الدواء ده مش هينفع خلاص. لو العيان ده في رعايه مركزه مش هيستخدم. لو العيان ده على جهاز تنفس صناعي مش هيستخدم. يبقى احنا بنتكلم الدوايين دول او اي ادويه اخرى قادمه من هذه المجموعات هي كذا، هيطلع كذا شركه هتطلع طبعا، وزي ما قلت سيادتك هينتج في مصر او بدا تسجيله في مصر. نعم. مش كده وبس يا استاذ احمد بقى، احنا كمان خدنا اتفاق مع احدى الشركات ان احنا نبدا تجارب كلينيكيه سريريه، وخدنا الموافقات المبدئيه على هذه الادويه. اذا طلع الدواء فعلا يفرق في علاج الحاجات البسيطه ويقلل زي ما قالوا نسب دخول المستشفيات او نسب دخول الرعايه المركزه او الوفاه اللي هي باذن الله في كل الحالات، هنستخدمه في هذه الحالات. يعني الرساله اللي عايز اقولها لحضرتك أيوة. كرمت. احنا متابعين بدقه شديده جدا من اول لحظه، بندرس بطريقه علميه كامله وبنعمل التجارب في مصر، ومصر مستعده لانتاج هذه الادويه، فاحنا على الخط في هذا الاتجاه. بنتكلم في خلال وقت قد ايه يكون الدواء ده خلاص موجود عندنا؟ يعني واحنا لما يثبت هذا هيكون عندك يمكن في خلال شهر او شهر ونص. شهر شهر ونص. ده المنتج محلي. المحلي. اه. فبنتكلم على انتاج محلي، ده بنتكلم على الاول مره يا سياده الوزير. اول مره بالنسبه لايه؟ بالنسبه ان احنا بناخد هذا الدواء نصنعه في مصر، يعني دول العالم لسه ما حدش اتكلم على تصنيعه غير الولايات المتحده الامريكيه تقريبا. ولا في دول اخرى؟ هو في واحد منتج في الولايات المتحده، شركه ميرك قالت لحد دلوقتي هو اللي هي خدت تسجيل. انا بس عايز حاجه تخلي بال سيادتك من التاريخ ده. شركه ميرك خدت تسجيل ب 30 نوفمبر 2021 يعني اقل من شهر. وشركه فايزر خدت 15/12 يعني من اربع خمس ايام خدت الابروفال بتاع الاف دي اي اللي هي هيئه الدواء الامريكيه. نعم. وسجلته امرجنسي يعني طوارئ. الدولة الوحيدة اللي استخدمت دواء ميرك لحد النهاردة هي المملكة المتحدة. طيب سيادة الوزير، الموضوع الموضوع زي ما قلت لسيادتك دراسة مهمة، ترقب مهم، متابعة أي آثار جانبية موجودة، حماية للناس، وبعدين لازم حضرتك تقارن يا ترى اللي أنت بتستخدمه هيفرق عن الدواء ده ولا لا. طيب هل النهارده الدواء ده هيكون في الصيدليات ولا روشيت ولا ايه؟ يعني تاخد ازاي؟
اللي هم مصابين حالات اصابات بسيطة. بما انه سيادتك دواء بيتاخد بالفم وبما انه مفيش حاجة خطيرة ان العين ياخده ويكتب امتى يتاخد وامتى ما يتاخدش، فمش محتاج العيان يروح مستشفى وان شاء الله يوصل في الصيدليات. هنستنى بس لما هيئة الدواء المصرية تدي الموافقة بتاعتها ونقدر نعلن كيفية تداول هذا الدواء. طيب سيادة الوزير، بنتكلم على التوقعات او يمكن وبالنسبة للدراسات اللي بتتم العام القادم عام 22 خلال ايام قليلة، واحنا في مصر نقدر نتكلم على الوضع بالنسبة لنا، خلصنا الموجة الرابعة ولا في منتصف الموجة الرابعة ولا في يعني بالنسبة لنا الوضع افضل في هذه الموجة؟ الوضع حاليا اهدى كثيرا، انما الموجة الرابعة لسه ما وصلتش الذروة بتاعتها ولسه ما بدأش الانخفاض، في نوع من التذبذب. يعني سيادتك هتلاقي يوم 900 وكذا، اليوم الثاني مثلا 800 وكذا، فاحنا لسه في مرحلة الخط الطالع أو الذراع الطالع بتاع الموجة الرابعة. نعم. يعني لو وصلنا عدة أيام الأعداد فيها ثبتت بأعداد أقل من الموجودة دلوقتي، ثم بدأنا في الانخفاض، يبقى احنا عدينا الذروة وبدأ الانخفاض. وهذا الانخفاض لا يعني ان الموضوع انتهى. احنا بنتكلم على موجه تم السيطره عليها. انما بكل امانه حاليا الوضع في مصر مطمئن. أي يعني انا بقول لك على الوضع النهارده واحنا موجودين دلوقتي. نعم. الناس كلها مستنفره من اول المطارات والمواني الى المستشفيات الى الرعايات المركزه. بنتاكد يوميا ان الادويه متاحه، بنتاكد يوميا ان اجهزه التنفس الصناعي متاحه، في عمليه صيانه ومتابعه وترقب، وهو ده وضع الاستنفار الحقيقي. وربنا طبعا معانا والرئيس والدوله والحكومه، بكلنا كل يوم في متابعه دقيقه ساعه بساعه لمتابعه الموقف الوبائي، وان شاء الله ربنا باذن الله يعديها على خير يا رب. احنا لما بنبص على اللي بيتقال بره والارقام بنقلق. وكويس اذا كان القلق يساعدنا في الحذر والترقب والمتابعه، ده شيء كويس. سيادة الوزير، هل دواء ميرك ده بديل عن المص ولا المص موجود والدواء موجود الاثنين؟ مش علاقة خالص يا فندم. مفيش علاقة. ماليش علاقة خالص، الدواء ده بيحد من الأعراض ويحد من المضاعفات لعيان فعلا يعني في المراحل الأولى من الكورونا. طبعا هو هيبدأ يتكلموا بعد شوية، طب ما نيجي نجربه للناس المخالطين دي عشان ما يجيلهمش. كل دي مش هنسبق الحوادث عشان لا نروج لحاجة لسه لم تثبت بالقطع. إنما هذا لا يغني عن التطعيم ولا يغني عن الوقاية. ماذا عن الدراسة والتعليم والجامعة والمدارس وأيضا في الإجراءات اللي بتتم؟ ما أنا قلت لحضرتك لحد النهاردة في متابعة دقيقة. هذه القرارات بتجتمع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وحسب الموقف الوبائي على ارض الواقع بتحدد اي خطوات قادمه اخرى. كم واحد لحد النهارده خد التطعيم في مصر؟ احنا العدد بيزداد جدا، وحاجه مبشره، في اقبال شديد على التطعيم. عندنا الجرعات يعني موجوده ومتوفره. الجرعه الاولى يمكن احنا قربنا من 50 مليون وهيزيدوا، والجرعه الثانيه بيزيدوا برضو، ونتعشم ان شاء الله العدد يزيد. وانا ملاحظ طبعا ان في اقبال شديد على التطعيم، الجرعات متوفره. الدوله اعلنت عن ان اللي خدوا اكثر من 6 شهور في فئات معينه ممكن تاخد جرعه تنشيطيه او تعزيزيه او توقيع ثاني. وبدانا نقطع عن بعض الفئات العمريه الاصغر، فقضيه التطعيم ماشيه كويسه الحمد لله. الحمد لله. سيادة الوزير، بدأنا حملة شلة الأطفال قبل من يومين وهتخلص بكرة، ممكن تقول للسادة المشاهدين الناس اللي ما طعموش ولادهم وأهمية هذا الكلام، وهل عندنا شلة أطفال ولا كان انتهى في 2006 تقريبا و2004؟ هل في حالات جديدة ظهرت ولا لا؟ شوف يا فندم، أنا أتذكر حاجة دايما أعتز بيها، إن شلة الأطفال انتهى في مصر عندما كنت وزيرا للصحة والسكان. وانتهى بملحمة حقيقية، توفير اللقاحات، توفير فرق 90,000 فرقة في كل حملة تطعيم، وتوفير أيضا عربيات اللي هي العربيات المبردة عشان التطعيم في الحرب ما يجرالوش أي حاجة.
وفي ايامها عملنا حاجه اصبحت تجرب في العالم كله، اللي هو التطعيم من شقه لشقه ومن بيت لبيت ومحطات المترو ومحطات السكه الحديد وفي كل حته، ودخلنا كل المناطق العشوائيه اللي ما كانتش مسجله، وانا رحت بنفسي ايامها عشان نطعم. وشلل الاطفال انتهى مصر في 2005. وكنا وطلبنا تأجيل الإعلان عن خلو مصر من شلل الأطفال لحد ما نتأكد إن أنت عارف سيادتك الفيروس ده بينزل في الإفرازات بتاع الأطفال. فكنا تأكدنا إن الصرف الصحي ما فيهوش أي فيروس عشان نطمئن إن ما فيش حد بينزل الفيروس. وفي أول 2006 في أول شهر 2006 تم الإعلان عن مصر خالية من شلل الأطفال. والحمد لله مصر خالية من شلل الأطفال. لكن عندنا دول محيطة بينا وبعض الدول في العالم ما زال شلل الأطفال منتشر فيها. وزي ما احنا شايفين كل الأمراض المعدية بتنتشر في العالم لأن العالم كله بقى قرية مفتوحة. فإذا هذه الحملات التطعيم اللي هي الدولة بتعملها حماية لأطفال مصر وحماية لكل الأجيال من أول يوم لخمس سنوات. كل الناس أنا بدعوهم للاستجابة لهذه الحملات، حملات مستمرة، فرق التبريد مستمرة، الفرق المتنقلة مستمرة، بيروح البيوت. هذا الطعم حماية الأطفال مصر من انتشار أي احتمالية لانتشار آخر لشلل الأطفال. مصر بخير ما فيهاش شلل الأطفال، لكن مش عايزين يجي لها شلل الأطفال. والفيروسات دي قد تتغير أو تتحور أو يحصل حاجة، فالتطعيم ده بيدي وقاية كاملة للأطفال. فأرجوكم جميعاً، مرجوك حاجتين، ان تعاموا اطفالكم من سن يوم لخمس سنوات بالتطعيم الخاص بشلل الاطفال، وطعموا كل الناس تطعم نفسيها اللي ما خدوش تطعيم بتاع فيروس الكورونا المستجد. سيادة وزير الرئيس الامريكي دلوقتي حالا وحضرتك معانا في هذه المداخله دائما نسعد بها، بيقول انه ما اخدش اللقاح عليه ان يقلق كثيرا انه من كورونا اصابته بكورونا او المتحور كمان اوميكرون. خليني اضيف حاجه تانية اضافه الى ما قاله السيد الرئيس الامريكي. هو قال عليه يقلق، وانا بقول له واحنا كمان بنقلق عليك لو ما خدش التطعيم. واحنا كمان يعني هو يقلق واحنا بنقلق عليه، لان احنا مش نتمنى ان اي مواطن مصري من ابناء مصر أن يصاب بكورونا بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عطا جديد مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. تاني اللقاح البديل الآمن لكل واحد فينا، اللي ما خدش اللقاح لو سمحتوا الدنيا متوفرة، أماكن كتير موجودة، يعني دقائق قليلة وتاخد اللقاح. النهاردة العالم كله، أمريكا لسه رئيس أمريكا بيتكلم، دكتور عوض تاج الدين بيتكلم، مصر دايما بتتكلم، كلنا بنتكلم، اللقاح اللقاح، مفيش بدائل أخرى. أي حد لحد النهارده ما خدش لقاح هو بيأذي نفسه. في إصابات بالمناسبة كتيرة جدا، وانتشار بره بنتكلم في 20 و40 و50 ألف حالة. الدول الأوروبية النهارده اللي كان عندهم خلاص و200 حالة و100 حالة ونزل النهارده بقت انتشار كبير جدا. بقول لحضرتك أمريكا امبارح كبار مستشارين الرئيس الأمريكي امبارح بيتكلموا، لو استمر الحال في امريكا بهذه المعدلات هيبقى عندهم مليون حاله في اليوم. بكلمك على اكبر دوله في العالم، اضخم اقتصاد في العالم، دوله عندها كل حاجه، بيتكلموا كده مخاوف كده. الدنيا كلها كل الناس نازله في امريكا عشان يطمنوا على نفسهم. فاحنا ليه حد النهارده في ناس ما زالت، احنا خدنا 50 مليون، يعني لسه عندنا 50 مليون كمان ما خدوش. فين ال 50 مليون الموجودين دول؟ محدش تاني، بقول الامن الوحيد لحد النهارده هو اللقاح اللي موجود عندك. كل اللقاحات اللي موجوده عندك الحمد لله امنه، مفيش حد تعب من اللقاحات، محدش اشتكى، الحمد لله ما عندناش حالات يعني حصلت بعد الناس ما خدت اللقاحات الحمد لله. فننزل ناخد اللقاحات، ده موجود حتى في المترو. وامبارح يمكن كان احد زملائنا بياخد اللقاح امبارح، واتمنى سيد وزير الصحة وزير الإعلام العالي دكتور خالد أبو غفار والسيد وزير نقل المهندس كامل الوزير يحلوا أزمة الزحام الموجودة في محطات المترو، محطة السادات تحديدا. امبارح كان فيه عدد كبير جدا موجود، وناس قعدت ساعات طويلة جدا عشان تاخد اللقاح. الواحد بيقعد
سبع ثمان دقايق وممكن توصل لعشر دقايق يعملوا اجراءات. ليه؟ ليه عشر دقايق اجراءات وعندك 300 واحد؟ وعشان كده واحد زميل لينا اخذ رقم تقريبا الساعه 10 الصبح، ما اعرفش كان رقمه باين 60 ولا 70، قدامكم اهو الفيديو، اهو قدام حضراتكم، ده كان امبارح المشهد اللي قدامكم ده. قالوا له تعالى الساعه 2، رجع الساعه 2 قالوا له لسه قدامك باين ساعه ولا ساعتين كمان. ليه؟ ده هو في دقيقه، خمس دقيقتين بالكتير، ليه يقعد سبع ثمان عشر دقايق؟ وادي شايفين الزحام قد ايه. ارجو هذا الامر يتم حله، نزود الاماكن، نزود عدد اللي بيدوا لقاحات، اللي بيطعموا الناس، نزود عددهم طالما في اقبال في محطات المترو. طب احنا اعلنا عن محطات المترو، كل يوم كنت بتكلم على محطات المترو وبعتنا صورنا في محطات المترو. طب لما احنا ناس تيجي عشان تاخد اللقاح، هو طبعا الناس اللي هنا بياخدوا جونسون اند جونسون اللي هو الحق الواحده اللي هي المره واحده، فارجو ان احنا نزود العدد طالما عندنا اقبال اهو، نودي ناس اكتر، وبالتالي اتاحه مراكز الشباب، الانديه، العربيات المتنقله عندنا، لان احنا محتاجين الناس كلها تاخد تطعيم بصراحه، هو البديل الامن، حتى ما فيش حاجه اخرى لحد دلوقتي، لحد ما ربنا يكرم ويشوف هيعملوا ايه بقى حاجات جديده. المتحور ده هيعملوا له ايه؟ بيشتغلوا دلوقتي عليه عشان يوصلوا ايضا للقاح جديد او لقاح اخر. طيب اللي موجود النهارده، اللي موجود عندك موجود في امريكا، موجود في بريطانيا، موجود في العالم كله، موجود في مصر، كل اللقاحات اللي موجوده في مصر موجوده في العالم، عندنا كل اللقاحات، فايزر وموديرنا واسترازينيكا وكله موجود عندنا. فنعمل ايه؟ ناخد اللقاح البديل الوحيد والامن لنا كلنا. لو سمحتوا تاني، النهارده منظمه الصحه العالميه بتتكلم، مدير منظمه النهارده بيتكلم على اللقاحات. قال لك العالم كله السنه الجايه لازم يكون العالم، كل دول العالم يكون خد 70% من شعوبهم اللقاحات. قال ده الحاجه الامنه. وهل العالم في دول لحد النهارده ما كملوش 2% ياخدوا لقاحات عندهم؟ 2% في دول كده. احنا الحمد لله النهارده بنتكلم على 50% زي ما قال لنا سياده الوزير دكتور محمد عطاء الجدين، الحمد لله 50% من عدد سكاننا، 50 مليون واحد. ده رقم شغال، يعني الدوله شغال، الدوله وفرت ده وسهلت ده. فارجوكوا تاني بنتكلم، طبعا هنا الصحه العالميه بتتكلم على الاحتفالات، والافضل انها يتم الغاء الاحتفالات، وطبعا الاعياد والايام اللي جايه كلها اعياد، كل سنه وحضراتكم دايما بالف خير، فكمان لازم ناخد اجراءات. اكيد اللجنه العليا للكورونا هيكون في اجتماعات لاداره كورونا، ملف كورونا الايام الجايه، وبالتالي طبعا هيتم مراعاه زي ما قال سياده الوزير دكتور عطاء الجدين وهو احد اعضاء هذه اللجنه، هيتم مراعاه كل شيء ما بين، ولكن الاهم الحفاظ على صحه الناس، ده الاهم. لو شافوا انه في خطوره اكيد اللجنه هيكون لها قرار اخر، اذا شافوا الدنيا ماشيه والحمد لله الدنيا هتمشي الحمد لله وتستمر العجله تمشي، بدل ما يبقى في تجمعات كتير ممكن تبقى اعداد محدوده مثلا. لكن هنا الصحه العالميه بتطالب انه الافضل، بيقول ما قالش الغوا، هو الراجل كان واضح ما قالش الغوا، قال من الافضل الالغاء، لكن ما قالش الغوا، ما قالش كلمه واحده او كلمه قاطعه، مساله الغوا الغوا ما قالهاش، لانه طبعا كله احتفالات. وفي بريطانيا قال لك لا مش هنلغي الاحتفالات، ودول كتير يعني شغالين. فطبعا الرئيس الامريكي جو بايدن النهارده بيتكلم، ومن امبارح كان في تسريبات عن الخطاب اللي بيلقيه دلوقتي انه لن يعود للاغلاق، هو قال كده يعني امبارح، تسريبات اللي طلعت قبل هذا البيان اللي بيلقيه دلوقتي انه مفيش اغلاق زي السنه اللي فاتت. ليه؟ لانه تضررت امريكا والعالم كله تضرر نتيجه الاغلاق، فكل ده اثر على دول العالم، العالم النهارده على المحك. فاحنا عايزين ناخد اجراءات، اولا نحافظ على صحه الناس، ولكن في نفس الوقت لازم نحافظ على عجله الانتاج والتصنيع وده اللي احنا النهارده العالم كله بيتكلم عليه، واحنا كمان في مصر بنتكلم عليه، انه هدفنا ان احافظ على المواطن وصحته، لكن كمان مش عايز اعطل الدنيا، لانه محدش ابدا يقدر يتحمل اغلاق اخر او حتى نصف اغلاق. انت عايز انتاج، ده احنا لسه بنتكلم على انتاج، بنتكلم على تصنيع، بنتكلم على تشغيل، بنتكلم على فرص عمل، اعمل ده واعمل ده، يبقى عندي التوازن. بايدن بيقول لك لن نعود للحاله التي شهدناها في مارس 2020 بسبب كورونا، اللي هي حاله ايه؟ الاغلاق التام.
اجراءات كذا، لا هيتم مراعاه هذا الكلام، هيتم مواجهه هذا، يعمل يحدث توازن حتى في اكبر دوله في العالم، مش هتعود للاغلاق التام خلاص. وبالتالي دي ايضا رساله لدول العالم، ولكن في الاخر كل دوله بتشوف ظروفها حسب ظروفها. طيب نروح للدكتور طارق شوق وزير التربيه والتعليم. سيادة الوزير اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا بيك. نبدا بزياره حضرتك في فنلندا، نتكلم على الاتفاقيات اللي تم توقيعها في مجال التعليم الفني مبدئيا، وبعدين نشوف الملفات الاخرى الداخليه. والله رحله فنلندا كانت رحله هامه جدا، كانت بدعوه من الحكومه الفنلنديه، واحنا يعني فنلندا دوله من المصنفين طبعا في التعليم العام والفني في اعلى المراتب، كان يهمنا جدا نشوف بنفسنا فلسفتهم في التعليم العام وفي الفني، وده عملناه فعلا، وزرنا مدارس وقابلنا وزيرة التعليم الفنلندية ووزير الخارجية والجهة المسؤولة عن إعداد المناهج، فكانت رحلة شرية جدا، وهم عبروا عن يعني إعجابهم بكثير مما نفعله في مصر، لأنهم خاضوا نفس التجربة من عدد من السنوات، وكانت نائب الرئيسة السابقة ليهم كانت زارتنا في مصر وهي وراء هذه الدعوة. ففي المجمل احنا وصلنا معهم لاتفاقيات كتير في التعليم العام، بيشتغلوا معنا في استكمال تطوير المناهج المصرية وإعداد المعلمين، وفي التعليم الفني هم عندهم أسلوب مبتكر جدا للتعليم الفني، هنبني إن شاء الله أكبر مجمع للتدريب الفني والمهني في مصر في حرف واتجاهات صناعية جديدة جدا تخدم سوق العمل في مصر وفي المنطقة العربية وفي أوروبا بإذن الله. هل سيادة الوزير بصراحة وبأمانة شايفين تجربتنا إزاي؟ التجربة اللي حضرتك يعني في جزء من الحرب أقدر أقولها كده لو صحيحة على حضرتك بسبب هذا التطوير في مجال التعليم، هم شايفينها إزاي؟ لا، المسائل الفنيه دي يا استاذ احمد ما تتشافش بالطرق اللي بسببها احنا في مصر بنعمل ما يسمى الحرب. يعني هناك الحديث حديث فني طبعا عن المناهج وعن مخرجات التعلم، عن فلسفه التعليم، عن فلسفه الامتحانات، عن طرق اعداد الاساتذه. طبعا هم ما بيبصوش للقضايا المصريه، القضايا المصريه الداخليه دي حاجات يعني بره السياق الحوار ده، يعني عدد المدارس، الكشافات، موضوع المعلمين، مرتبات المعلمين، الحاجات دي مش هي اللي داخله في الحديث ده، دي مشاكل زي ما حضرتك وصفتها محليه اكتر، انما هم بيتكلموا على الماده العلميه، بيتكلموا على هدف نظام التعلم. ففي المجمل هم احنا عارفين من الاول، يعني هو اللي بيتبني في مصر مبني بنفس فلسفه التعلم. انا عاوز اقول لحضرتك نظام التعليم الفنلندي يخلو تماما من الامتحانات، مفيش امتحانات لحد ما نخلص المرحله، عندهم طرق اخرى في التقييم، وعندهم ثقه عاليه جدا متبادله بين الحكومه وبين الناس بتخدمهم كتير، وعندهم نظام رائع لاعداد المعلمين، وكمان هم بيعتبروا التعليم اهم حاجه في سياسه الدوله، وبالتالي له نصيب الاسد من الموازنه هناك، لان هناك تكلفه نصيب الطالب الفنلندي من الصرف يعني بتاع الدولة حوالي 20,000 دولار في السنة، فده رقم ليه؟ الحقيقة الطالب الواحد؟ 20,000 يورو للطالب الواحد 20,000 يعني يورو في السنة؟ حضرتك بس عشان نبقى يعني عادلين في المقارنة، عدد الطلاب في نظام التعليم الأساسي في أو قبل الجامعي في فنلندا حوالي 500,000 من الحضانه لحد الثانويه العامه. وطبعا تقدر تقيس بقيه الارقام على كده، بس هذا العدد هم مهتمين بيه اهتمام فائق، بدليل ان هو بيصرف على الطالب 20، يعني لو حضرتك قسمت ما يتم انفاقه على المباني وعلى تجهيزها وعلى المرتبات وعلى وعلى، هيطلع نصيب الطالب. احنا ما نقدرش نقترب من هذا الرقم، فبالتالي المقارنه مش عادله، مش واحد لواحد يعني في جميع جوانب العمليه، ولكن احنا كنا بنقارن جوهر العمليه التعليميه اللي هو الاساس بقى اللي هو المناهج وطريقه التقييم، وبنحاول ناخد ما يناسبنا.
وكان يعني هم طلبوا تحالف بين مصر وفنلندا في دفع فلسفة التعلم بهذا الشكل في باقي الدول. فردا على سؤال حضرتك يعني لا طبعا هم شايفين ان احنا من النواحي الفنية ماشيين كويس جدا، ودي رؤية مؤسسات دولية كتير. هل ممكن يبقى فيه تغيير في بعض المناهج؟ حضرتك بتقول بنراجع او بنشوف معهم بعض المناهج، ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا لا، احنا بنتكلم على نظام التعليم الجديد اللي هو اتبنى من اول 2018. نعم. ده اللي هم علقوا ان هو ماشي بكفاءة عالية وعلى المواصفات العالمية يعني. فانا بس عاوز الناس تطمئن ان هم لولادهم في اولى وثانية وثالثة ورابعة دول بياخدوا يعني مستوى من المحتوى بالضبط زي الدول اللي في هذا المستوى. عندنا عناصر تانية ينبغي استكمالها طبعا. مشاكل لازالت موجودة لان احنا واخدين تركة فيها مشاكل، فمش لازم نجلد نفسنا واحنا بنحل. اكيد هنبتدي من نقطة وهنكمل. فالجزء اللي احنا تمت مقارنته هو الجوهر، الباقي ده كله احنا شغالين عليه طبعا، بس كنا عاوزين نطمئن ان احنا ماشيين تعليميا واكاديميا بشكل جيد، وده اللي تم يعني الحمد لله. كان ايضا حضرتك في دبي، وكان بالنسبه لي الترتيب الدول او تصنيف الدول او مجال المعرفه اللي تم، ومصر لها الان مركز متقدم. ممكن حضرتك تكلمنا ايضا على دبي واللي حضرتك شرحته ايضا في هذا المؤتمر؟ والله دبي في الاكسبو بتاعهم اللي هو اكسبو 2020، حضرتك عارف في مجناح هناك من ضمن دول كثيره. نعم. مجناح رائع الحقيقه. عملوا هم اسبوع للتعليم العالمي، فكان يعني ملتقى لكل كبرى مؤسسات التعليم في العالم، فكانت فرصه بقى بالاضافه لفنلندا نشوف راي الاخرين. كان موجود هناك البنك الدولي، وكان موجود اليونيسف، وكان موجود الاو اي سي دي، وكان موجود يعني كل ما تتخيلوا حضرتك في مجال التعليم من اساتذه في جامعات مرموقه. احنا تم دعوتنا لحوالي 6 من الندوات اللي تمت هناك، الندوه اللي ادارها البنك الدولي يعني بعد عن النص 3 أو 4 بالكثير قوي يعني. فاحنا كنا في ندوه البنك الدولي، وندوه يونيسيف، وندوه مؤسسه عطاء واطلاق مؤشر بنك المعرفه، وندوه تمويل التعليم. كل ده اشتركنا فيه، مثلنا مصر فيه، ويعني سمعنا راي البنك الدولي كان رائع، راي اليونيسيف، كانوا بيعرضوا تجربتنا على الدول الاعضاء عندهم. مؤسسه عطاء الاماراتيه، المؤشر اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مؤشر اكتسب مصداقيه عالميه كبيره جدا، وابتدى من 5 سنين. فاحنا بنقارن مكاننا في هذا المؤشر سنه 2017. ليه اخترنا 2017؟ هو ابتدى 2016، ف 2017 كان بدايه التطوير. كنا في المركز 106 من 134 دوله. نعم. في وده اسمه مؤشر المعرفه، فهو معني في المقام الاول بقياس البنية، ما يسمى البنية التحتية المعرفية في الدول. وبيبني على كده بقى، بص قطاع التعليم قبل الجامعي، طب الفني، طب التعليم العالي، طب البحث العلمي اللي هو كل ألوان المعرفة، وبيطلع تصنيفك. فاحنا في كل هذه العناصر كنا نمرة 106 من 134. بعد 4 سنوات من الجهد واهتمام الدولة بالتعليم، 4 ده زمن قصير جدا في موضوع التعليم، احنا انتقلنا من المركز 106 الى المركز 72 في التعليم قبل الجامعي، ومن المركز 113 ل 68 في التعليم الفني. فاحنا كده طلعنا 34 مركز في التعليم قبل الجامعي، و 45 مركز في التعليم الجامعي. في ناس طبعا كتير تعرف احنا في مصر لما بنشوف كل حاجه وفي حالة عدم ثقة، فبالتالي بسهولة ناس تشكك في مصداقية هذا المؤشر. المؤشر ده بتقوم عليه مجموعة استشارية تضم كل مؤسسات التعليم في العالم. فاحنا بنتكلم على البنك الدولي، وعلى اليونيسيف، وعلى اليونسكو، وعلى الاو اي سي دي، وعلى برايس ووتر كوبر، وعلى اخرين، ومؤسسة محمد بن راشد واليو ان دي بي. فكل دول اشتغلوا على 154 دولة وصنفونا بهذا الشكل، وبياخدوا فوق ال 130 معيار للقياس. فده مش مجرد مثلا انترفيو مع ناس او تقارير بتجيله من الدول، لا
بيجمع المعلومات اللي جاية من كل أعضاء الجهات اللي أنا ذكرتها عشان يجيب أكثر المعلومات دقة. فالحقيقة ده يمكن من أصدق المعايير. في حاجات تانية غيره، ولكن إحنا بنقارن ما كنا عليه لما نحن فيه بنفس المصدرة. وده اللي شرحته يعني حضرتك. مكاننا فين من المنطقة يعني بهذا الترتيب اللي وصلنا ليه النهاردة؟ وممكن حضرتك تخش بقى جوه 154 دولة تشوف إحنا فين مثلا بالنسبة للدول الأفريقية أو كنا إحنا فين بالنسبة للدول العربية وهكذا. إحنا بالنسبة لأفريقيا نمرة واحد، وبالنسبة للدول العربية إحنا في خامس أو سادس مركز بعد دول الخليج. بعد دول الخليج. طيب سيادة الوزير، لو نتكلم على النظام توكاتسو، هل النهارده بنعمل تطوير في الريف ودوركم كوزارة التربية والتعليم، هل داخلين أيضا في هذا النظام هيبقى موجود في الريف، ولا احنا قاصرين على بعض المحافظات؟ لا احنا أولا بس لمن لا يعلم، يعني توكاتسو هو المسمى لليابانيين بيطلقوه على أسلوب إعدادهم لشخصية الطفل الياباني، وده كان لقى إعجاب السيد الرئيس منذ سنوات، وعشان كده عملنا المدارس الياباني في مصر اللي هي بتدرس المناهج المصرية الجديدة، بس بتضيف وقت كبير في المنهج لتربية الأطفال، تربيتهم على العمل الجماعي، على احترام القواعد، على احترام الآخر، إزاي يتكلموا، إزاي يتناقشوا، وهكذا. فالحقيقة شيء بديع يعني في بناء شخصية الأولاد. حبينا نوسع دائرة الانتفاع به إلى المدارس الحكومية في مصر كلها. فعملنا نشاط اسمه التوكاتسو حوالي ساعة في الأسبوع بس. ده مجاني. المدارس اليابانية ليها بعض المصاريف، إنما لمن لا يستطيع يعني عممنا النفع. اللي بنعمله في يعني عرضت على دولة رئيس الوزراء إن إحنا من المنحة المقدمة من اليابان مشكورة هنغطي مدارس المرحلة الأولى من حياة كريمة كلها بجرعة أعلى من التوكاتسو، كنوع من الخدمة لأولادنا في هذه الأماكن بإعداد أبنائهم بالشكل ده. أنا عندي في حياة كريمة كم مدرسة جديدة أو كم مدرسة بيتم تطويرها بصراحة؟ لا احنا حياة كريمة متغطية من قبل المشروع ما يتبلور بشكل يعني جيد جدا. احنا دايما بنشتغل في الحتت اللي محتاجه المدارس. فانا مش حاضرني الرقم بالتحديد، مش عارف اقول رقم مش دقيق، ولكن ما فيش مركز في حياه كريمه ما فيهوش التعليم الاساسي او الثانوي بشكل كامل. يعني يمكن اسرع حاجه بتتنفس في حياه كريمه هي المدارس. المدارس. استعداداتنا للامتحانات الفصل الدراسي الاول. ده كل حاجة ماشية على ما يرام، يعني كل سنوات النقل مواعيدها موجودة، ويعني الأول والثاني الثانوي أعلناه هيبقى امتحانات إلكترونية بإذن الله، وفي المدارس المؤمنة ده الأول والثاني الثانوي، إنما الرابع الابتدائي باعتباره أول مرة في نظام التعليم الجديد برضو أعلنا الجدول بتاعه 15 يناير والباقيين 22، وسنوات النقل الأخرى تبقى مواعيد بتقررها الإدارة التعليمية على مستوى المدارس. هل في أي أمور جديدة خاصة برابع ابتدائي، ولا كما شرحت قبل كده حضرتك كذا مرة؟ لا إطلاقا، هي سنة يعني مميزة جدا، وإن شاء الله الولاد هيشوفوا تقدم باهر في هذا السن، والامتحان اللي هم عملوه اوريدي كانت نتائجه رائعة جدا. الولاد الحقيقة يعني يفرحوا، وان شاء الله الامتحان اللي هم عملوا امتحان شهر من اسبوعين كده وكان هايل وبسيط جدا، والامتحان اللي جاي هيبقى شيء شبهه، لان يبدو ان لسه مش مصدقين بعض اولياء الامور انه في هذا السن وفي النظام الجديد احنا مش عاوزينهم يحفظوا حاجه، مش عاوزينهم يذاكروا بطريقتنا القديمه، عاوزينهم يذاكروا بالطريقه المستهدفه في تصميم هذه المناهج، وهي انهم يفهموا الحاجه ونشجعهم على الابتكار وعلى البحث وانهم يشتغلوا مع بعض. عشان كده عملنا ما يسمى المهام الادائيه، فبطمنهم الامتحان ما هم ما يلاقوش عليه وما يحاولوش يحفظوا الولاد كلمه واحده. بمعنى ايه يا سياده الوزير؟ بمعنى ان احنا بننمي فيهم مهارات تانيه خالص وبنقيس مهارات تانيه خالص. اعتقاد البعض المناهج طويله وكبيره ده لانه متخيل انه يحفظها،
احنا بنقول له لا، احنا بنديك امثله كتير عشان نتاكد انك فهمت من واحد فيهم او اكتر. مش لازم تحفظ حاجه فيهم، ما تقعدش تذاكرهم بمنطق الامتحان هيجي من كده. والامتحان اللي هو شافه بيقول له كده، بس لسه عشان ده جديد على طريقه تفكيرنا مش واضح لكل الناس. بس بنقول لهم خلوا المدرسه هي اللي تتكفل بطريقه التعليم، ما نحاولش احنا نعلمهم او نذاكر لهم في البيوت بالطريقه اللي احنا تعلمنا بيها بالتحفيز والتسميع وكده، لان ده مش هينفعهم خالص. هل في سياده الوزير بالنسبه لمدير المدارس، الاساتذه، المعلمين، عمليه مثلا لا قدر الله لو حصل اي شيء في التحور الجديد اللي حاصل في العالم كله، في لو ظهر نتعامل معهم ازاي، او الوضع يبقى ايه في المدارس؟ انا احنا الموضوع ده احترفناه بقى من مده، دلوقتي المدارس كلها والمديريات على اعلى مستوى في اتخاذ الاجراءات الاحترازيه وحافظين يعملوا ايه لو حصل اي حاله، بس الامور مستقره تماما وكل حاجه في مواعيدها باذن الله. لحد اللحظه دي الامور مستقره تماما، ما فيش اي اجراء الحمد لله لحد دلوقتي. اللجنه الحمد لله. وعندنا اي لا قدر الله اي شيء عندنا خطط بديله، لكن احنا ماشيين على الجدول بتاعنا. بالظبط بالظبط. اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوق وزير التربيه والتعليم، شكرا جزيلا سياده الوزير. فاصل ثم اعود لحضراتكم. يوم الجمعة السيد الرئيس كان في جولة في عدد من مناطق، منهم ناحية السيدة عيش، ناحية الفسطاط، سور مجرى العيون، والتقى بعدد من الأسر، منطقة الخاصة بالحرفيين، وبيوفر لهم حاجات كتيرة، تعمل لهم مدرسة لتعليم الناس هذه الحرفة، كثير من الناس اللي قابلهم السيد الرئيس. قابل أسرة على موتوسيكل، زوج، زوجة، ولاده اللي قدام حضراتكم، هذه الأسرة الطيبة. سيادة الرئيس في السيارة، زيكم، عاملين ايه، اطمن عليهم، عايزين حاجة؟ لا يا رئيس. عايزين حاجة؟ لا يا رئيس. وبعدين الولد والبنت راحوا سيادة الرئيس اتصوروا مع سيادة الرئيس. طبعا الرئيس طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، الأسرة بسيطة، الزوج طبعا موتوسيكل، العيلة كلها على موتوسيكل. ماذا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تاني عمل ايه سيادة الرئيس؟ عايز حضرتك تشوفوا هدية الرئيس كانت ايه؟ هديته لهذه الأسرة اللي لم تطلب أي شيء. تاني ما طلبوش حاجة. سيادة الرئيس بيتكلم معاهم، عايزين حاجة بدل المرة اتنين تلاتة، لا يا رئيس متشكرين. ولكن سيادة الرئيس شاف الناس طبعا دنيا برد، أسرة بسيطة جدا جدا، فكانت هدية الرئيس. ممكن نشوف هدية سيادة الرئيس لهذه الأسرة؟ يلا. فزي ما احنا بنشوف كده، زي ما احنا بنشوف، ادي هدية الرئيس، عربية للأسرة الطيبة التي لم تطلب شيئا، ما طلبوش حاجة خالص، وكانت الهدية. تعالوا نشوف الهدية ونشوف الأسرة، وشوف كمان بجانب العربية في حاجة تانية ولا لا. نشوف. السلام عليكم. حاج سلام. ازيك؟ ازيك يا ست؟ الحمد لله. ربنا يخليك. الحمد لله. مش عايز حاجة. ربنا يبارك لك. صحيح. ربنا يبارك لك. بلاش انت. صحيح. تعالى تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. فكرة عمر سامي الدين محمود. ايوه يا فندم. عمر، بعد ما قابلت حضرتك لسياده الرئيس في السيده عيشه، اوجه سيادته بتنفيذ ومعرفه كل طلب. تمام تمام. ربنا يبارك. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. بس حسام حضرتك قول لنا ازاي قابلت سياده الرئيس؟ والله انا كنت رايح انا والاولاد مدينه نصر في الاستاد، كان عندهم تدريب، وبعدين وانا على كوبري السيده عيشه يا دوب نزلت المنزل كده، فلقيت حد بيقول لي سياده الرئيس عاوزك. فقلت له سيادة الرئيس عاوزني أنا؟ فطبعا الموضوع كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، أنا طبعا ما صدقتش. فلقيت باب العربية بتفتح، ولقيت سيادة الرئيس بيسلم عليا. قلت له ازي حضرتك يا ريس؟ ف
بقى سلم عليا وسلم على الاولاد. سعيد جدا ان انا بقابل الريس الاب الانسان لمس في البساطه يعني. انا وانا بتكلم معاه وعاوزين حاجه قلت له ربنا يخليك يا ريس. كانت مفاجاه جميله جدا بصراحه. انا شغال في جامعه القاهره وواخد اجازه بدون مرتب وشغال في شركه قطاع خاص، وممكن بعد الشركه بحسن دخلي بعمل بعد الشغل برضه. استاذ حسام، سياده الرئيس وجه بتقديم هديه ليك ولاسرتك عباره عن مبلغ مالي، وكمان هيكون في هديه ثانيه في انتظارك غير المبلغ المالي. الف شكر سياده الرئيس، طبعا ده كتير علينا قوي وكفايه اهتمامه، ربنا يبارك له يعني. تعالوا يا اولاد، تعالوا يا اولاد. قول لسيادة الرئيس ألف ألف شكر ليك وأنت أب لينا وربنا يخليك لينا. أستاذ حسام، دي هدية سيادة الرئيس الثانية ليك عبارة عن سيارة أجرة جديدة علشان تساعدك على تحسين دخلك وكمان تجمعك أنت وعيلتك بدل الموتوسيكل. ألف شكر لسيادة الرئيس. طبعا انا في سعاده انا والاولاد، وطبعا مقدر الاهتمام اللي رعانا بيه سياده الرئيس وبشكره جدا. وطبعا احنا العربيه بالنسبه لنا هتحمينا من الموتوسيكل من الهواء ومن التراب وكده، وممكن يزود لنا الدخل كمان، فدي طبعا حاجه بشكره جدا عليها وربنا يبارك له يعني. مبروك والله، يستحق. بقول لحضراتكم الناس يعني عينها مليانه، ولكن ست الرئيس ايضا كريم جدا حال الناس. شوفوا سعاده الاسره، عربيه بتساعده، اكل عيشه، بيشتغل يعني صبح وبعد الظهر عشان يقدر يوفر حياه لاسرته. العربيه دي كمان تقدر تساعده كمان بجانب عمله الاصلي في جامعه القاهره. امبارح ست الرئيس كان عامل اجتماع عشان تطوير مساجد آل البيت. خلينا نروح لسيادة المستشار دكتور سمير جاويد الأمين العام لمؤسسة مودة اللي بتشتغل أيضا في هذا عملية التطوير، عشان نعرف كمان إيه اللي هيتم في هذه المساجد، إيه النماذج اللي تم الانتهاء منها وتم الموافقة عليها. دكتور سمير، أولا مساء الخير يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. مساء النور يا فندم، أهلا بعليك. السلام ورحمة وبركاته. قول لنا يا فندم، الحكاية من أولها عملية إن إحنا هنبدأ نطور، كان عندكم مقترحات من الأول ولا لأ؟ الرسومات اللي انتهيتوا اليها واخر نماذج هيكون عليها حال هذه المساجد والاضرحه اللي امر بها سياده الرئيس امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اكرم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقه احنا اسمنا مؤسسه موده، موجودين على الارض بقالنا اكثر من عام ميلادي، وكان يعني شغلنا كله آل البيت. قلنا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، ودينا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، عترة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالمساجد عامة أمر مهم جدا بيوت الله عز وجل في الأرض، والاهتمام بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقوى بالاهتمام بود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما توصل ودك كده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية مساجد آل البيت. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات استجعل لهم الرحمن ودا. الود حاجة جميلة قوي يا فندم. فتعالى نقول بقى إحنا مهتمين بإيه؟ مساجد آل البيت جاءت الحقيقة بقى مبادرة سيادة الرئيس واستراتيجية الدولة في هذا الأمر، حدث جلل، لأن هم أعطوا هذا الأمر الولاية للدولة. الدولة هي اللي بتحافظ على مساجد آل البيت، الدولة هي اللي عايزة توصل الود مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. أنا أعرف أن يعني القيادة السياسية، سيادة رئيس الجمهورية ربنا يبارك في عمره وفي صحته وفي علمه، سيادته الحقيقة محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لآل البيت، فهو بيتحدث سيادته بحب وبود وبقرب
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعلنا من أحبابه ونشرب من إيده الشريفة إن شاء الله يوم القيامة شربها لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب. إحنا ابتدينا إزاي؟ ابتدينا قلنا في عندنا موديل أو نموذج نعمل كده بايلوت يونت أو نعمل نموذج محترم يقتدى، وهو ده اللي هنكمل عليه. عندنا في مصر، في جمهورية مصر العربية، حوالي 41 من مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم في القاهرة بس لوحدها حوالي 17. فقلنا هنبتدي بستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولها يعني من الأفضال على مصر وعلى أهل مصر الكثير والكثير من الفتوحات والحب والود والحفاظ على الهوية سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنبتدي بستنا عائشة، رصدنا له الحقيقة المؤسسة، هتبتدي بستنا عائشة مش بس تطوير زي ما بنقول البنيان، ولكن البنيان والإنسان والبشر قبل الحجر. احنا كمان هنطور المنطقة اللي حواليها من حيث إصلاح شأن من هم موجودين حول المكان، عشان لما نعمل تطوير عمراني أقدر بتكلم اللي قدامنا. دكتور سمير، ده الرسومات المشروع التطوير الحصري اللي حضرتك بعته لنا. مظبوط يا فندم. تطوير حصري للمكان. عملوا الحقيقة مكتب من أكبر المكاتب في جمهورية مصر العربية، مكتب صبور، وهو من أهم أعضاء مجلس الأمناء عندنا. مجلس الأمناء ومؤسسة مواد برئاسة شخصية كبيرة جدا في العلم وفي الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدكتور علي جمعة. نعم. يعني من هم يعني نقول ندين له بالولاء وبالحب في هذا المكان. وكان هو على رأس المؤسسة وهو المؤسس. نعم. وجي معانا الحقيقة مكتب صبور، وهو عضو مجلس الأمناء كان حسين بيه رحمه الله، وحاليا بيمثلوا أحمد بيه وعمر بيه أبنائه. نعم. عملوا الحقيقة منظومة. الرسومات اللي قدام حضرتك النهاردة شايفها. الشكل العام اللي هيتنفذ. وإن شاء الله معانا كمان جهات محترمة جدا ومهمة، طبعا وزارة الأوقاف التي تولي الاهتمام. ومعانا كمان وزارة الآثار، لأن ده مسجل أثر. ومسجل أثر هام من 100 أثر اللي موجودين في جمهورية مصر العربية. عشان كده بنقرب للمكان ولكن بحرص. والتطوير بحرص عشان تحافظ على الأثر كما هو. كل حجر من أحجار هذا المكان أثر. فنحافظ عليه ترميمه بحرص وبعلم وبأداء مختلف عن. اشرح لنا كده دكتور سمير بالراحة كده، إيه اللي هيتعمل بالظبط؟ يعني احنا شايفين رسوماته، انا قاعد تشرح للناس عبارة عن ايه؟ تعال نقول من الداخل ومن الخارج. نعم. من الداخل ومن الداخل كل شيء على هيئته. عدا اماكن الوضوء، لان هي في مكان صعب جدا موجود تحت الارض، وفي يعني صورة يعني غير مرضية بالمرة. نعم. احنا هنرفعها هنخليها فوق الارض. ويبقى في اماكن مخصصة للرجال واماكن مخصصة للسيدات. وفي ممرات بشكل آمن وشكل صحي وشكل كمان متطور جدا. كل حاجة واخدين نفس الموديل أو النموذج اللي موجود عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم النبوي. تخيل أنك هتتفرج على كل النقوشات، حتى أعمال الترميم، حتى النجف اللي موجود وشكل الإضاءة هو اللي موجود عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى نوع الرخام بتاع الأرضية اللي في الحرم النبوي الشريف. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم. هيبقى بالظبط زي اللي موجود في الحرم النبوي. بالظبط يا فندم، زي اللي موجود في حرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تخيل لما نخرج بقى كمان للساحه. في مكان كده مخصص بساحه، ولكن الساحه صغيره قوي. نعم. ده يعني مسجد الوحيد اللي تقريبا ملوش ساحه خارجيه. اتكلم سياده الرئيس بالامس، ربنا يبارك لنا في علمه وفي عمره وفي حبه لسيدنا رسول الله وآل البيت، انه هنعمل بقى الساحه دي، هنوسعها. ويبقى فيها كمان نفس الرخام اللي موجود عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس المظلات اللي موجودة. تخيل نفسك لما تاخد بقى روح المكان ويجي لك الروحانيات دي هي. نعم. حتى نوع المسك اللي بيستعمل هناك هنستخدمه. حتى لون السجاد اللي موجود هناك. احنا مصرين بالاتفاق طبعا مع الجهات المسؤولة ان في سيمترية او في علامة بكل مساجد آل البيت. لما تمر على مساجد آل البيت داخل جمهورية مصر العربية هتلاقيها بعد كده بشكل واحد. نعم. نفس لون السجاد، نفس لون الرخام، نفس الريحة العطرة اللي موجودة. ده كلام مهم قوي.
جدا، خليني احس ان خدت سيمتريه وعيني تقع على المكان، اعرف على طول ان ده من مساجد اهل البيت. عظيم. وتخيل لما يكون في ظهرنا الدوله وهي عندها الرغبه في ده، واكبر شخصيه في الدوله محب لسيدنا رسول الله، فهيكون العمل عامل ازاي؟ صحيح. والزراعه الطوله في هذا الامر النهارده اللي هي بتاسس وبتنفذ كل حاجه على الارض، الهيئه الهندسيه. نعم. الحقيقه يعني قول ايه يعني، زي يبقى وصفهم كده مولانا الامام دكتور علي جمعه رضي الله عنه وارضاهم، الحقيقه بيعملوا حاجه كبيره قوي في مسجد سيدنا الحسين وفي مسجد سيدنا زينب وفي مسجد حاليا كمان الرفاعي، الموضوع كبير قوي قوي. بنتكلم وقت المساجد. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. لما نهتم بالمساجد دهيت يا فندم ونوصلها للصوره المطلوبه اللي نرضى عنها ونرضي بيها الرحمن عز وجل ونوصل بيها الود مع سيدنا رسول الله، موضوع كبير قوي. نعم. حضرتك كمان عندنا، انا اسف لقطع حديثك بس هقول لك كمان نقطه مهمه قوي. اتفضل. لازم نمشي نتحدث لغه العالم. الدنيا كلها بتتكلم تكنولوجي. مش بتتكلم بس مجرد اثر. ولا حتى روحانيه المسجد. ايوه. لازم كمان اللي يجي يزور مساجد آل البيت يعرف مين هو صاحب المقام. مهم قوي. وتاريخه ايه؟ وافضله ايه على الدنيا كلها؟ فجبنا شركه متخصصه. ايوه. اشتغل في هذا المجال. سيادتك هتلبس نظاره الكترونيه وانت داخل المكان. وهتمشي على خطوات موجوده لك على الارض في المسجد. وانت بتخطي كل خطوه بتشوف المكان بشكل موجود في النظاره دهيت، وبيجي لك كمان معلومات بسبع لغات بتقول لك كل اثر للمكان بكل خطوه بتخطيها بيقول ايه. وتاريخ، ويعرفك على الشخصيه. لما تحب الشخصيه هتحب المكان، هيجي لك الروحانيه، هتوصل الود. تفضل معاك. صحيح. طيب بنتكلم في وقت تقريبا قد ايه؟ ولو بنتكلم على يعني 17 مسجد لحاجة بتتكلم عليهم في القاهرة، تقريبا بنتكلم في قد ايه الوقت والتمويل او الفلوس؟ احنا عندنا في البداية مسجد ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها حوالي سنة ميلادية. سنة. ولما نخلص الموديل او البايلوت يونت دهيت هننتقل لباقي المساجد اللي موجودة على مستوى القاهرة الكبرى. التمويل عندنا في مسجد ستنا عائشة بس حوالي 25 مليون جنيه. نعم. بنبتدي في 18 والاعمال الخارجيه والمظلات تقريبا الرقم ده هو. كلها من تبرعات اهل الخير. كلها من المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت. نعم. اتخلصوا ونروح لمكان اخر. اول ما اطلع الموديل بقى حسب امكانياتي، اذا جالي تبرعات تكفيني ل 10 مساجد هبتدي فيهم كلهم. على قد مسجد واحد هروح لمسجد واحد. نعم. وانا عارف ان لما الناس تشوف النموذج ده بجانب دعم الدوله، مش كده؟ بجانب دعم الدوله. دعم الدوله اساسي. دعم الدوله اساسي يا فندم. نعم. طيب لو في الاداره للاوقاف ولا في مجالس اداره مختلفه؟ الاداره حاليا للاوقاف بشكل رسمي وشكل طبيعي وشكل قانوني. طبيعي. انا خلفيتي رجل قانون، انا كنت رئيس محكمه وخلفيتي رجل قانون، فالاداره طبيعيه بمفهوم المخالفه طبعا للاوقاف. نعم. ولكن عملنا الحقيقه تعاقد مهم جدا 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 مع احدى المؤسسات الخيريه، مؤسسه بيت الخبر، مؤسسه كبيره قوي على الارض. هتدير المسجد من حيث النظافه والصيانه والتشغيل لمده 5 سنوات لوجه الله. بما فيها كل الخامات. بما فيها التعطير للمكان. مؤسسه خيريه مصريه؟ مصريه فندم، شركه بيت الخبره، مؤسسه كبيره قوي، مهندس خالد عبد الله. والراجل قدمها لوجه الله 5 سنوات لوجه الله. طيب سياده المستشار سمير، لو انا النهارده بتكلم على بنعمل كل حاجه وحاجه بتتكلم على البشر والحق وغيره وغيره وغيره، مجال الدعوه هل هيكون على نفس الكفاءه؟ يعني رفع مستوى اللي هيتم داخل هذه المساجد؟ والله يعني هو سؤال صعب، لان مش شاننا امور الدعوه، ده شان يعني وزاره الاوقاف والازهر الشريف والذين يقومون به بشكل الحقيقه رائع. نعم. كل يوم في تقويم، كل يوم في تطوير، وكل يوم في زياده. وعندنا الحقيقه ام على مستوى عالي قوي. ولكن كل يوم في دعم من الدوله وتوجيه من سياده الرئيس، انا بتفرج على البرامج يوميا.
لا سيادته مركز في الموضوع ده جدا 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 وليه كل الاهتمام. ويعني اساس شؤون الدعوه هو ده اللي يصلح من البشر. كمان في عندنا حاجه مهمه يا فندم، جانب التنميه والتثقيف والتوعيه ده مهم قوي. نعم. خليني اقول لك لما تخرج النهارده بتشوف سوق السيده عائشه حاجه صعبه وشكله السوق عشوائي. ما خلاص اتشال تقريبا. تخيل لما تخرج بقى في المخطط القادم تشوف حاجه حلوه قوي. عارف كنت بشارك كده، اكيد انت زرت طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره واثنين ولا ربنا لا يحصيهم عليك عددا. مرات ومرات ومرات وربنا يزيدنا ويكرمنا جميعا. امين ولا يحصيهم عليك هي عددا دي. وينور. وينور وجهك كده بنور سيدنا النبي يقول امين. امين امين. حضرتك تعالى وانت خارج كده من عند سيدنا رسول الله بتقلي على يمينك وشمالك عباره عن اكشاك صغيره. بتبيع حاجات جميله، ايه اللي تمر وايه اللي سبحه وايه اللي سجاده صلاه وايه اللي بوصله، هنعمل الشكل الحضاري ده. اعمل لك سوق بس بشكل حضاري. وخلي اهل المنطقه يستفيدوا منها. يبقى تنميه العمران والبنيان والانسان مهمه قوي مهمه قوي. خليهم هم اللي يحافظوا على المكان. بنظافته وبجماله وبروحانياته. اربطه بالمكان وخليه يحبه. مهم يا فندم قوي. سيدنا الحسين هنعمل سيدنا الحسين ايه اللي بيتم ايضا؟ سيدنا الحسين تحت اشراف مؤسسه كبيره طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني الهيئه الهندسيه. ومعاهم كمان مؤسسه محترمه جدا على الارض اسمها مؤسسه مساجد. بتعمل في هذا المجال وهذا الامر. ومعاهم سيدنا الحسين ومعاهم ستنا زينب رضي الله عنها ان شاء الله. هل في ايضا توسعات اللي بره الحاجات دي هيتم تعديلها تظبطها زي ما حضرتك بتقول كده زي ما اتعمل عن السيده عائشه؟ والله يعني سياده الرئيس امبارح كان واضح المعالم في الحوار وفي الخطاب وقال ميادين والطرق ميادين وطرق خلاص الكلام يعني وكلام الملوك لا يراد. الموضوع خلص. الميادين والبنيان والانسان خلاص لازم لازم ولازم كلها تاخد سيمتريه واحده. صحيح. لازم كلها تاخد سيمتريه واحده عشان كلنا نبقى فاهمين احنا فين. تعرف ان على طول بقلب. بشكرك مستشار دكتور سمير جاود، بشكرك شكرا جزيلا. الامين العام لمؤسسه موده وطبعا واحدى المؤسسات الكبيره اللي بتشتغل على هذا المجال، مجال آل البيت، مساجد آل البيت. بشكرك مره ثانيه. النهارده واضح في تصعيد روسي كبير جدا. رئيس بوتين النهارده كان عامل اجتماع مع المؤسسة العسكرية الروسية، وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة الروسية. والنهاردة بوتين لأول مرة بيتكلم على تهديد واضح، تهديد لحلف الناتو، وقال إن هم قربوا مننا وقربوا من حدودنا وإحنا مش هنسمح بهذا الأمر، وقال إن إحنا هنرد عسكريا على تهديدات حلف شمال الأطلسي شكله يعني. بقول لحضرتك الموضوع، والروس طبعا في هذا الأمر هم بيوصلوا رسائل، والاجتماع اللي قدام حضراتكم ده بيوصل رسائل، عامل اجتماع فيديو كونفرنس كمان، الناس اللي حاضره في هذا الاجتماع مباشر، واللي حاضرين بطريق عبر الفيديو كونفرنس اللي هم قاده الجيوش في الجيش او القوات المسلحه الروسيه. تعالوا نسمع جزء من تهديدات الرئيس بوتين النهارده، لانه حلف الاطلسي النهارده بيقول لك حشدوا، وحتى وزير الدفاع شويجو اتكلم النهارده وقال انهم حشدوا جنود، الاف الجنود على حدودنا وفي بولندا. وطبعا بوتين النهارده بيقول في محددات روسيه انه لا انتشار لحلف الناتو داخل اوكرانيا، لا ضم لاوكرانيا داخل حلف الشمال الاطلسي، لا ضم لاي بلد كانت في الاتحاد السوفيتي السابق لحلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي، وقال انه كمان عدم نشر اي صواريخ تهدد امن روسيا. وقال اللي بيعمله الاتحاد الاوروبي ده امر مش هيرضينا على الاطلاق، وان احنا مستعدين هناخد كل الاجراءات. ادي محددات المطالبات الروسيه، عدم توسيع اهو حلف شمال الأطلسي وبالتالي لا يشمل اوكرانيا، وقال انه عدم ضمها كمان للحلف لانهم بيعتبروه خط احمر زي ما قالوا كده. قالوا كمان انه الا يكون هناك اي انشطه عسكريه لحلف الناتو في اوكرانيا، وعدم نشر صواريخ متوسطه المدى. قال لو نشروا هذا الامر احنا كمان سننشر صواريخنا والصواريخ كمان النوويه، انه ما يكونش في اي قواعد ليهم في اوكرانيا. دي المطالب الروسيه. روسيا قالت اذا اي مطلب من دول
حلف النيتو عمله فورا هيكون في رد عسكري روسي. لافروف بيتكلم دبلوماسي، وزير الخارجية الروسي قال ان احنا ممكن نفتح حوار مع الحلف ونفتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قالوا الحوار يكون مع أمريكا حوار منفرد فقط مع أمريكا وليس مع أي دولة عضو في الناتو وليس أي دولة في الاتحاد الأوروبي. قال حوارنا يكون فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع دول أو أي دولة للاتحاد الأوروبي طالب يكون شريك في أي مفاوضات أو أي إجراءات أو أي لقاءات مع روسيا. روسيا معترضة تماما على هذا الأمر وقالت إن احنا أي حوار يكون مع أمريكا فقط. نتابع ماذا قال تهديدات الرئيس بوتين النهاردة. ده جزء من كان قايل كلمة حوالي ثلث ساعة تقريبا بيتكلم فيها على استعداداتهم تدريباتهم تحديث الجيش الروسي، يعني روسيا شوف اللي عندها كل حاجة، قالك أيضا تحديث الجيش الروسي لحد 10 سنوات قادمة. أيضا تحدث وزير الدفاع الروسي شويجو النهاردة في هذا المؤتمر المهم اللي بيترأسه الرئيس بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية. نتابع ماذا قال وزير الدفاع الروسي. الوضع ما بين روسيا ودول شمال الأطلسي مع طبعا حلف شمال الأطلسي الناتو والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والتهديدات الروسية الواضحة النهاردة في هذا الاجتماع المهم اللي ترأسه الرئيس الروسي بوتين، وده التصعيد القادم، يعني الأيام القادمة هي التصعيد اللي هيتم ما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. النهاردة أو امبارح بالليل كان طلعت واحدة كده اتكلمت على قوة الناعمة عندنا، فن المصري، فنانات المصريات، واحدة مجهولة يعني محدش يعرفها ولا حد يعرف اسمها ولا عايزين نقول اسمها ولا نتكلم، ولكن الإهانة أو الإساءة أو اللي حصل ضد فنانيننا لابد أن يكون هناك تحركا من النقابة، من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بسيادتك فندم. ماذا عن دور حضرتك دور النقابة في إساءة، وهي إساءة واضحة في الفيديو اللي تم امبارح واللي بعض وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد هم دايما يحبوا هذه النوعية من الموضوعات اللي يحبوا يتكلموا فيها عن مصر. حضرتكوا اتحركتوا ازاي في هذا الأمر؟ هو على الفور الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة الأستاذ عمر عبد العزيز طلع بيان وبيان شديد اللهجة، وطبعا استنكر فيه الكلام ده واستنكر فيه نيل من فنانات مصر وعظيمات مصر اللي فيها كوكب الشرق وفيها سيدة المسرح وسيدة الشاشة العربية إلى آخره، وإن الاتحاد يعني قال في بيانه إن كل من تبحث عن الشهرة أو الترند أو تحقق تحاول أن تحقق فشلها على شماعة الفن. فطبعا الاتحاد يعني أصدر في بيانه باتخاذ الإجراءات القانونية سواء من خلال بلاغ للنيابة العامة أو النقابة اللي هي بتنتمي إليها، يعني لابد أن يكون هناك موقف حاد من هذه السيدة، لأن طبعا هي بتهين دولة، بتهين فنانين دولة طبعا. بتهين قوى عظمى، وللأسف يعني هناك زي ما سيادتك قلت من استغل هذا للتجارة أو الإتجار كأنهم عايزين يتفضلوا يتفضلوا أدي الفنانين المصريين أو الفنانات المصريات يعني. نعم طيب حضرتك قدمت بلاغ، المفروض النهاردة أو بكرة الصبح بالكثير هيكون في بلاغ تم تقديمه بإذن الله إن شاء الله. هل هي اللي اتكلمت دي في النقابة مش في النقابة، بتشتغل ما بتشتغلش؟ هي عندنا هي مش عضو عندنا في المهن التمثيلية، قد تكون في نقابة أخرى أنا ما أعرفش يعني ما أعرفهاش، وحتى والله أنا ما أعرف اسمها إيه ومش عايز أعرف اسمها حتى، لكن أي مكان سواء في نقابة أو مش في نقابة مش من حق حد إهانة مصر ولا إهانة فناني مصر، وسيكون يعني الرد قاسي جدا جدا جدا. سيادة النقيب مثل هذه الامور يعني التحرك فيها فورا زي ما بقول كده انها تسيء لنا كلنا، يعني اي حد يقترب من اي فنانة مصرية بهو اساءة لنا كلنا، بنتكلم على فنانات محترمات، بنتكلم على فن مصر، بنتكلم على قوة ناعمة مصرية كلنا نقف معها وندافع عنها كمان. طبعا 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 نعم. واحنا عشان كده امبارح على طول الاتحاد يعني في دقائق كان طالع البيان واتكلمنا والاستاذ عمر اتكلم وانا اتكلمت وبعض الزملاء اتكلموا، ويعني احنا عارفين نرد بقوه ازاي، لان احنا مش منطشه لاي حد مش عارف يشتغل او مش لاقي شغل او فاشل او غير موهوب انه يعلق على شماعه الفن المصري داخل وداخل. حضرتك ما سالتش ايه مشكلتها الاصليه ايه؟ ما سألتش حضرتك؟ صدقني أنا هي مش يعني ما لا تمثل بالنسبة لي أي أهمية.
يعني انا الفكره ان واحده تعمل فيديو ثم تتاجر به قناه من القنوات اللي هي يعني بتحاول تشوهنا. صح. فطبعا يعني كان هنا الموقف، لكن مشكلتها ممكن تعبر عن مشكلتها لو عندها مشكله شخصيه خلال الطرق الشرعيه والرسميه، وده مش مسموح ابدا لاي حد ممكن يعني زي ما بقول كده يشتغل في هذا الامر او يتكلم بهذه الطريقه عن حضراتكم او عن الفن او عن الفنانات المصريات. بالظبط. اشكرك يا استاذ احمد على يعني كلامك، ومتفق معاك 100%. بشكرك سيادة النقيب دكتور اشرف زكي، بشكرك شكرا جزيلا. نروح لزميلنا سيف محمود اللي كان في مدينه العبور. مدينه العبور بيحصل فيها يعني زي ما بقول كده شغل، لانه مهم المدن الجديده كمان المسؤولين عنها يعملوا عمليات تطوير، عمليات تجميل، في مثلا عمليه الربط ما بين هذه المدن والعاصمه في المناطق المختلفه. لو احنا بنتكلم على اتوبيسات لنقل الناس من العبور مثلا الى ميدان رمسيس، الى ميدان المطريه، الى مناطق مختلفه من القاهره، وبالتالي تسهيل حياه الناس وحركه الناس. في حاجات بتتعمل بدايه، اقدر اقول عليها بدايه لعمل جاد داخل مدينه العبور. نتابع هذا التقرير في المفاصل الأخير وأعود لحضراتكم. موجودين مع حضراتكم النهاردة بكاميرا البرنامج من أرض الواقع في مدينة العبور عشان نرصد جميع التطورات اللي بتحصل على الأرض، من طرق بتتطور لأماكن ترفيهية ما كانتش موجودة قبل كده بقت موجودة لسكان مدينة العبور. كمان هناخد جولة بكاميرا البرنامج في أهم الطرق اللي تم تطويرها على أرض الواقع وتم توسعتها عشان تناسب الحركة المرورية ويكون في سيولة مرورية. أكتر من كده كمان هنستعرضه بكاميرا البرنامج، وقبل كل ده هيكون معانا لقاء مع رئيس جهاز مدينة العبور هيكلمنا عن أهم التطورات اللي حصلت في المدينة. مدينة العبور تقريبا ما فيش فيها أي مظاهر خالص، المظاهر العشوائيات أو مظاهر المخالفات اللي ممكن تشوفها في أي مكان تاني. الحمد لله قدرنا بالتوجيهات ومع الوزير الإسكان واللي طبقتها وعممتها وهيئة المجتمعات المرنية الجديدة على جميع أجهزة المدن بالتصدي الحازم والجازم لأي مخالفات ممكن تكون موجودة داخل المدن الجديدة أو وسائل نقل الخطرة زي التوك توك وخلافه والسوزوك وخلافه. الحمد لله تم القضاء تماما على هذه الظواهر في مدينة العبور، وما عادش عندنا باعة جائلين إلا فيما نظر، ووفرنا لهم بديل محترم اسمه أسفل الخير عندنا، وشغال بقى له حوالي شهرين دلوقتي، والحمد لله قدروا ان هم نوفر لهم فرص عمل محترمه، وقدرنا ان احنا نبدا تطوير كمان اماكن ان احنا تصدينا فيها لكل المخالفات دي. ده على مستوى التصدي للمخالفات وفرض هيبه القانون وسياده الدوله. في بقى الجانب الاخر اللي هو جانب التنموي لجهاز المدينه، وهو التصدي للمشكلات اللي كانت موجوده داخل مدينه العبور، سواء كان في بعض الاماكن اللي ما كانش عندها غاز وليكن زي الحي التاسع والحي الترفيهي او الحي العائلي والحي الثالث. قدرنا نحمل البروتوكولات بموافقة هيئة المجتمعات المرنية الجديدة، واعتمدت لنا البروتوكولات الخاصة بها مع شركة الغاز القائمة بالأعمال، وحاليا شركة الغاز موجودة على الأرض وبتنفذ أعمال تمديد شبكات الغاز الرئيسية، وفي القريب العاجل هيبدأ في تنفيذ الشبكات الفرعية للمنازل وتوصيل الغاز لهم، وبالتالي هيتبع ذلك قيام جهاز المدينة برفع كفاءة الأحياء وتوسعة الطرق وإعادة اللاندسكيب إلى رونقه الحضاري المحترم. على المستوى الترفيهي لمدينة العبور برضه كان لنا دور بالمتشاركة طبعا مع المجتمع المدني، فاتفقنا مع المجتمع المدني ان احنا نعمل تراك عجل وممشى للساده السكان في البفر زون الخاص بالحي التاسع، هيكون طول كان طوله فعلا 4 كيلو بعرض 4 متر، وعملنا جنبه جيم في بعض من الالعاب الميكانيكيه اللي بتعمل على جميع عضلات الجسم، وفي العاب الفتنس موجوده وبيشتغل من الساعه 4 لحد الساعه 6 للسيدات، ومن الساعه 6 للساعه 10 بيشتغل للرجال، واحنا مصدد تعديل المواعيد اللي خلق مواعيد صباحيه بناء على طلبات الساده السكان. في احياء عندنا انتهينا من مرافق منها من فتره، حاليا بدانا فيها اعمال رفع الكفاءه زي الحي الرابع والحي الخامس، دول حاليا احنا شغالين فيهم، ومعاهم الحي السادس والحي السابع حاليا بنرفع كفاءه كل الطرق الموجوده هناك، وبنعمل اعاده لاندسكيب للمنطقه بالكامل والحي بالكامل. من ضمن المشاريع اللي قائمين بها خلال الفتره الحاليه هو انشاء محاور جديده للمدينه بتخدم على المنطقه الصناعيه، المنطقه الصناعيه الف وامتدادها. عندنا المحور الغربي بطول تقريبا 10 كيلو، احنا بصدد
نقدر ننتهي منه. ممكن خلال شهرين ان شاء الله نكون انتهينا تماما من المحور ده بتكلفه اجماليه في حدود ال 130 مليون جنيه. هيئه المجتمعات المواطنه الجديده لم تبخل ابدا على جهاز المدينه بالطلبات اللي قدمها لها لرفع كفاءه المنطقه وصيانه الطرق ورفع كفاءتها ورفع كفاءه الاناره والمرافق عامه في المنطقه الصناعيه. حاليا احنا على الارض الواقع بنرفع كفاءه الطرق والاناره بمنطقه صناعيه بهجيم. كان احد الطلبات الملحه للساده السكان في مدينه العبور هو توفير وسائل انتقال محترمه وحضريه بديله طبعا لوسائل الخطر زي التوك توك والتروسيكل والسوزوكي. الكلام ده طبعا احنا قضينا تماما على مشكله التوك توك عادش موجود في مدينه العبور والتصدى للتروسيكل موجود. طبعا اي مظاهر غير لائقه انت صدينا لها بقوه بس كان لازم نوفر البديل. احنا بدانا تشغيل منظومه جديده بعدد اجمالي 36 باص بيشتغلوا على 6 خطوط خارجيه كل خط فيه 4 اتوبيسات تقريبا بينقلوا السكان من داخل مدينه العبور الى محافظه القاهره على الاحياء المختلفه زي رمه العتبه او مطريه او عباسيه رمسيس. تطوير كبير على ارض الواقع في مدينه العبور وده لتحسين الاوضاع والمعيشه للافضل. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.